السلام عليكم. شلون سلام؟ السلام عليكم. شلون سلام؟ السلام عليكم. شن سلام؟ السلام عليكم. شن سلام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ اخبارك ايه؟ كل ده يا عم، كل ده عشان نرتب لقاء. تعبت العيب عندنا. لا لا، عندنا هندسة، معلش. ان شاء الله. هل ممكن بس نجرب شير للشاشة؟ تمام. بسم الله، شير سكرين. مظبوط كده؟ ايوه تمام. تمام. ان شاء الله نبدأ كمان، معلش، 10 دقايق بالظبط. تمام؟ يعني اعدل انا ماشي. 10 دقايق بالظبط. هي الناس موجودة اهيت، بس عشان اظبط البث مع الفيسبوك ان شاء الله. تمام. يعني انا لسه حاطط نوتيفيكيشن عندي على الفيسبوك الصفحة؟ انها كمان 10 دقائق. اخليها زي ما هي ولا يعني ولا اوكي؟ خليه احنا منتظرين الناس بس تيجي وندخلهم كلهم ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. تمام يا هندسة. هو الوقت قد ايه ان شاء الله ولا مفتوح؟ مفتوح لحد ما حضرتك تحب. لا، اصل انا اشوف، انا انت زي ما انت شايف الشاشه كده مجهز، حوالي يعني مجهز حاجات كتير الصراحه، لان يعني الواحد ما بيصدق يطلع يتكلم. ممتاز، يا ريت. فساعه ما هم بي دي افس منفصله، ساعه ما نحس ان احنا وي هاف تو ستوب، وي هاف تو ستوب يعني. لا، حماك لحد ما حضرتك تقول كفايه. لا، في فيديو صغير كده لو عايز اعمله شير. ازاي؟ انت مجرد ان انت حضرتك بص، حضرتك كنت بتعمل شير سكرين، المفروض في اختيار تحت كده بتقول له شير ساوند. لما اول مره تعمل شير سكرين بتلاقي اختيار اسمه شير ساوند، طيب فاي صوت تشتغل. يعني اعمل شير تاني وعلم بس شير ساوند. خلاص، يعني هعمل ستوب شير و ستوب شير وهعمل شير تاني، شير سكرين. مش وانا بعمل، هو مش جاي لل، لا، في اختيار تحت كده خالص اسمه شير ساوند عشان الصوت برضه يطلع معاك. هو كده كده الفيديو هيشير لو انت مشير الديسكتوب بتاعك. هو تقريبا وانا بعمل شير، او في الادفانسد، في ميوزك اور كمبيوتر ساوند اونلي، اختارها صح؟ انا الزر اللي كان ظاهر عندي كان في اختيار ان انا اشير الساوند وانا تحت خالص. من تحت فين؟ طيب معلش، لان انا دلوقتي انا بقول شير سكرين ايوه وبعد كده بختار السكرين بيزك سكرين، وتحت خالص في زرار كده اسمه شير ساوند. في شير ساوند، صح، ممتاز. هو ده. فده لو عملته كده. طيب نجرب الفيديو كده، اشوف هتسمع الصوت ولا لا. سمع الصوت؟ سمعت صوت الفيديو؟ صوت واضح. ممتاز، خلاص يبقى كده ممتاز. ادينا شوف اتعلمنا حاجة ازاي.
الله يكرمك يا استاذ. المهندس معاذ معانا. سلام، هو ما طالع بمشهد. انا هبدا ادخل بقى لبقيه الناس. معاذ بيقوم بدور عظيم. طبعا انا خد سلمنا عليك. لا ده اصل احنا وهو قاعدين في مكان واحد النهارده، فخد عيالي وعشان يفضي لي المكان. ربنا يبارك فيك. خد العيال. طب انت هتعمل ادمت للناس كلهم صح؟ كل الناس ادمت ما عدا حضرتك والمهندس معاذ. لا اصل دول يعني انت هتعمل لهم ادمت، يعني انت هتدخل الناس. انا عملت لهم كلهم ممت. ان في ناس معاذ وعدني لو الاكل، لو المحاضره كويسه هيجيب لي اكل وهو جاي. الحمد لله ضمننا العشاء. الحمد لله ربنا يبارك فيه. اهم حاجه بس تطلع المحاضره كويسه، فاهم؟ لا لا احنا واثقين من النقطة دي. كده هيبقى لا محاضره ولا اكل. وطبعا احسن لو ننتظر شويه الناس كلها تخش صح. ف احنا مع حضرتك لو حابب تبدأ في اي لحظة قول لي. عارف اول ما الناس بتعمل كونكت ولا حاجه، ف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عمر كيف حالك؟ باشمهندس إسلام كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إبراهيم الهندي معك. أهلا وسهلا. مشرفنا ومنورنا والله. الله يسعدك يا رب. تسلم يا زلمة. باشمهندس سليم تحب استاذنك اقول المقدمه؟ تعرف حضرتك؟ اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة شرفنا أستاذنا الغالي باشمهندس إسلام المشتولي، هو طبعا غني عن التعريف، معماري ومصمم حضري يتبنى فلسفة تصميمية إنسانية من شأنها الارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات، وعمل على مشاريع متنوعة في بلدان مختلفة. وفي سنة 2015 حصل على جائزة أفضل معماري شاب في الشرق الأوسط، وفي العام نفسه فاز بجائزة شخصية العام المعمارية في جوائز الاستشارات الهندسية الشرق الأوسطية، كما حاز تصميمه لمشروع أبتوان مكة على جائزة أفضل مبنى سكني العام 2016، وفي مهرجان العمارة الدولي ببرلين وجائزة المعهد الأمريكي للهندسة المعمارية. وفي عام 2018 تم اختياره ليكون القائم الفني للجناح الوطني المصري في فينيسيا في نسخته 16. مهندس إسلام المشتولي يؤمن بأن ممارسة العمارة تتطلب فهم واسع واستيعاب شامل لجميع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها المجتمعات، كما أنه لا يمكن إهمال القراءات التاريخية وربطها بالواقع المعاصر. تم اختياره كأحد الشخصيات المعمارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لمدة 5 سنوات متتالية، كما تم ترشيحه لعدة جوائز معمارية إقليمية ودولية، وكان آخرها حصوله على جائزة الاتحاد الدولي للمعماريين في باكو ومهرجان العمارة الدولي في أمستردام عن تصميم مبنى مركز بغداد للتصميم، كما تم ترشيحه مرتين متتاليتين للفوز بجائزة محمد مكية للعمارة، بالإضافة إلى نشاطه في لجان تحكيم المسابقات العالمية. بالتوفيق أستاذنا الفاضل في المحاضرة، تفضل. ربنا يكرمك. أولا شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، أنا عارف إنها يعني من وقت طويل، بس إن شاء الله يعني كله بقدر الله يعني. وأحب أبتدي شكرا جزيلا للحضور إن هم بيضحوا بوقتهم. أنا دايما بقول إن اللي بيحضر لقاء هي مش محاضرة ولا ندوة ولا حاجة، هو لقاء أخوي، اللي بيحضر اللقاء هو بيتفضل على الملقي يعني. واتمنى احاول اتكلم بسرعه لان ابقى سعيد ان احنا نتناقش ونتشاور وفي الاخر يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى من الله ان يكون الجهد البسيط ده فيه اي افاده ويتكمل عليه ان شاء الله باذن الله. فبدايه من اختيار التايتل بتاع اللقاء اللي هو روايات بيوت ومفهوم تصميمي narratives homes and architecture، هو زي ما هيجي في العرض اللي جوه كده في المشروع، ان انا بؤمن ان مهمه المعماري هو مش بس مرحله التصميم او ان هو يعمل تصميم جيد، لا انا بالعكس بشوف being an architect، يعني تعريف being an architect for me يعني المعماري يعني بيمتلك بصر القصاص وبصيره وخيال الشاعر، قدره المبدع ويد الماهر وعقل العالم وروحه كالوطن ونقده نقد واعي، مشخص كطبيب، موصف كصحفي، يمتلك دقة الجراح وحكمة الكبير وتمرد المراهق، خفيف كالطفل، شجاع كالمقاتل، لائق كرياضي، عميق الفكر، ملهم كالطبيعة، متعلم شغوف، مقدر للماضي، مفسر للواقع، واقف على باب المستقبل، وآخرهم ملامس للحلم. يعني الفكرة ان احنا خصوصا لما بنيجي نشتغل في المراحل الاولانية لأي مشروع، كلمة ملامس للحلم دي مهمة جدا. ايه الاحلام وايه الطموح اللي احنا بنفكر فيها لأي مشروع، اللي انا بسميها بقى الناريتيف او القصة اللي بيتبناها المشروع ان هو يرويها. المعماري احد الرواة لكل قصة مبنى، وليس هو الراوي الوحيد، لان العمل المعماري هو عمل جماعي، وأهمية الجماعة في العمل أعتقد ده حاجة مهمة جدا. فمعظم المشاريع اللي هتشوفوها النهاردة إن شاء الله هي اجتهادات شخصية مني يعني لزباين وعملاء، كانوا عملاء ودلوقتي أصبحوا أصدقاء، وده مش شغل لوحدي، ده شغلي أنا والتيم اللي هو بيتغير من مشروع لمشروع وحسب ظروف كل مشروع. ف رجوعا للمكان، ان كما تعلمت يعني ان لا يجب نقتصر تعريف المكان على التعريف الجيوغرافيك او المادي الفيزيكال بس او الموقع، لا بالعكس، لا المكان ليه صفات مرئيه وصفات غير مرئيه. فانا بؤمن ان الاماكن وصفاتها الغير مرئيه هي كالبشر، ليها علاقات ليها مشاعر زي البشر بالضبط. فالاهتمام بتصميم المكان وقصته هو كأنك بتهتم بروح المكان نفسه اللي هي روحهم كالبشر. وبؤمن برضو ان الاماكن ما بتخلقش،
يعني places not created. أنا شوية عندي يعني concern على place making أو صنع المكان أو يعني شوية أنا بحس إن الأماكن it's developed. الأماكن موجودة already. It's developed throughout over the time and history and people. لأن الأماكن ليها تاريخ مرتبطة بالناس. والأوثنتستي بقى اللي هو أصالة المكان هي اللي بيسموها البالمسيست اللي بيعمل create unique memorable sense of place. فذاكرة المكان اللي بيخلينا نحن نشعر بالحنين والعاطفة لأن الأماكن زي البشر feeling of pleasure of sometimes that when يعني لما بتفتكر مكان معين ذاكرة معينة في مكان معين بتحس بنوع من النوستالجيا ناحيته. طبعا الاماكن اللي بتدي مش كل الاماكن بتدي الاحساس بالحنين والعاطفه. ليه؟ لان في اماكن was designed for this والناس تفاعلت معاها وفي اماكن تانية اهملت البعد الانساني في التصميم فاصبحت اماكن بلا ذاكره. وحتى دلوقتي الناس ابتدت تعمل ريسيرشز كتير عن فكره او تغير مفهوم القيمه للمكان. مش 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 بس مش القيمه الماديه ولا التاريخيه هي اللي بتعطي المكان قيمه، لا في أبعد من ذلك اللي هم يسموها القيمة الرمزية والاجتماعية، خصوصا لتلك الأماكن التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الذاكرة الحضارية. طيب ده على المستوى الكبير، وكذلك على المستوى الصغير على السكيل الصغير أهمية المكان وذاكرة المكان هو اللي بتشكل وجدان الناس. محور البرزنتيشن اللي هنتكلم عليه النهاردة احنا هنتكلم عن بيوت، تصميم بيوت، بس هاخدكم في رحلة قصيرة كده. ليه في الفترة الأخيرة يعني كنت بهتم بتصميم البيوت أو كان نصيبي وقدري إن أنا أترمي في الحتة دي، وحاولت إزاي من فكرة من ذاكرة المكان إلى أماكن لخلق ذكريات. إزاي إن إحنا ذاكرة المكان ده حاجة بتاخد وقت طويل جدا وممكن إحنا هنعيش ونموت وبعد كده الأماكن اللي إحنا عملنا فيها أو عشنا فيها أو perform أو act فيها بقى ليها ذاكرة. طب مش الأولى من دلوقتي إن إحنا نخلق أماكن تشجع على خلق ذكريات، نصمم أماكن تشجع على خلق الذكريات دي؟ فهو ده تقريباً هو اللي أنا عايز أقوله وصل النهارده. فأول رواية هي رواية أنا الشخصياً، أنا من محافظة الإقليبية مركز الخنكة، يعني جنب القاهرة حوالي نص ساعة أو تلت ساعة بعيد عن القاهرة. دي من الجوجل إيرث كده، الحي أو النيبرهود أو المدينة أو القرية اللي نشأت فيها. كانت it was very well connected مع الطبيعة، وزي ما انتم شايفين السكيل very fragmented والأربر جرين very intimate وvery cozy. والشوارع دي أنا أعرفها وتعرفني يعني جيدا لأن هي دي كانت الذاكرة اللي شكلت طفولة الواحد. وأنا كنت من الناس المحظوظة جدا، مش عارف محظوظ بقى بالإجابة ولا بالسلب، أن أنا يعني عيشت المدينة في مرحلة متأخرة. هيفهم كلامي أكتر الناس أو يحس بكلامي أكتر الناس اللي عاشوا معظم حياتهم في الأرياف وكده وفي المناطق يعني مش العواصم وكده، هيحسوا بكلامي ده أكتر، هيقدروا يوصل لهم النوستالجيا والإفكت لو أنت you own the place. إن إحنا معظم البيوت بيوت بسيطة جدا بأحواش ومن غير أحواش very well connected على الطبيعة. هتلاقوا بيوت كتير منها كان أصلا ليها فكرة، يعني فكرة الأوبن سبيس اللي قصدها الشارع والحيز العمراني ده هو ده المكان اللي كل الناس بتقعد فيه بشكل عفوي. استخدام السيارات استخدام ضئيل جدا، يعني مش هتلاقوا هنا الشارع الكبير اللي فيه سيارة ولا حاجة، هو شارع واحد، إنما بقية الشوارع التانية بسيطة جدا very intimate. علاقة الجوار ببعضهم الناس كلهم عارفين بعض، ففي نوع من ذاكرة المكان اللي ما بتتنسيش اللي بتخلي الواحد دايما كل ما بيفتكر طفولته هو بيحس ان دي يعني ده اللي شكل وجدان. الصوت عشان سلام معلش الصوت كان unmuted فجأة من غير ما طيب.
سنة 2006 لما نقلت على دبي، كانت دبي از كونستراكشن لاب، كونستراكشن سايت كبير، وكانت قايمة على فكرة البيجنس، الأكبر الأطول الأسرع الأضخم الأفضل الأحسن أفضل كيلومتر في العالم. فده حتى دي شكل الإعلانات اللي كانت موجودة في السيتي، وأنت كل يوم بتصحى الصبح بتمارس في الكونتكست ده. فأنا ما كنتش بعيد عن الكونتكست ده، بس اللي هو أجينس تماما الذاكرة اللي أنا جاي منها. انا كنت واحد من بيوند ذا ستوري اوف بيجنس، يعني ده المشروع ده مش في دبي، ده مشروع الكينج دم تاور ماستر بلان في السعوديه. ده كان كومبيتيشن وفوزنا بيها، وكملت اشتغلت على المشروع حوالي سنتين. فانا كنت واحد من يعني من اللي بيشاركوا في البيجنس اوفر برودكشن، اللي هو الاكبر والاطول واحسن ماستر بلان وكده. فهتلاقوا الشغل هنا معظمه بيتعامل مع السكيل الكبير دايما. البراكتسنج اركتكتشر كانت انترستنج، لان انت الواحد بيتعرض لبروجرامز كبيره ومشاريع كبيره، بس طبعا المقياس الانساني كان فيها مفقود. مهما كنا بنحاول ان احنا تو سكيل البروجرام، ان احنا نعمله مور انتميت مور كوزي، بس هو الفكره في الكلام ده كله اتس بري كونسيفد. يعني هو الفكره ان احنا بنحاول نوجد اللي مش موجود. يعني في الاخر احنا مستلمين بريف من الكلاينت بأماونت اوف جي اف اي معينه، اللي هو جروس فلور اريا، والمفروض نحققها على اكمل وجه يقدر يحقق نوع من الربح للكلاينت، وبحيث نخلق ديستنيشن. فطبعا فكره البيجنس دي كانت فكره يعني سيطرت على نمط الشغل بتاعي في فتره كبيره. وطبعا ساعات الواحد ما بقاش ليه اختيار في كده، يعني في نوعيه المشاريع اللي بتجيله. وبعد الوقت ده حتى اول بيت اشتغلنا فيه، اشتغلت فيه مع معاذ ابو زيد ويزيد، كان كومبيتيشن، بس كان بيت كبير برضه، هو مش بيت، هو قصر كبير زي ما انتم شايفين الصوره الماكيت بتاعه. ففكره البيجنس والسكيل برضه هي اللي طاغيه، يعني بيت وكانه مدينه. طبعا هتشوفوا a lot of influence في معاذ ابو زيد، يعني معظم الاركتكشر لانجوج اللي حتى معاذ بيشتغل بيها الى الان يعني هتلاقيها موجوده، لان المشروع كان كبير ومقسمينه احنا ما بيننا، وكل واحد واخد جزء، بس شغالين اندر اوفر اول ناريتيف يعني. بس ميزه المشروع ده ان هو كان من اوائل المشاريع اللي انا اقدر اعتبرها اللي هو السكيل الهاوزنج، اللي هو اللي هو الدي سكيل، ان هو مش اولا مشروع مش بابليك، لان كل المشاريع اللي عملتها قبل كده كانت مشاريع بابليك، فانما ده مشروع خاص. فابتديت الواحد بعد كده يفهم يعني ايه السكيل، وايه الفرق ما بين المشروع العام والمشروع الخاص. فينا زي ما تشوفوا السنس اوف ماتيرياليتي، الانجيجمنت اوف ذا لاندسكيب مع المبنى، الى ان حصلت بقى الحمد لله في مرحله مهمه في حياتي لما قابلت دكتور راسم بدران واشتغلت معاه على ورك شوب. كان عنوان الورك شوب دي هاوزنج اوف ذا جلف فور جلف ارياز، واشتغلنا مع قعدنا مع بعض اسبوع تقريبا عصف ذهني. كنت بتناقش مع دكتور راسم حوالي ما لا يقل عن 6 ساعات بشكل مفرط يعني، تشبعت من افكاره كتير جدا، وابتدى ينبض عني معاني غير المعاني البيجنس بقى اللي انا كنت بتكلم عليها خالص. معاني ابتدت ترجعني للاصل اللي انا بؤمن بيه. ففترة الوركشوب دي تم إخراجها في كتاب إن شاء الله، وتم نشره يعني الكتاب ده. أنا اللي كنت القيم الكيوريتور بتاع الكتاب يعني، وكنت محظوظ لأن كنت بتواصل على طول مع دكتور راسم بدران. وبعد ما خلصت الكتاب اشتغلت مشروع معاه كان عن طريق التليفون، يعني أنا اللي بعمل مشروع أنا وتيم، وبتابع مع دكتور راسم عن طريق التليفون والواتساب يعني. فكانت تجربة مهمة جدا، حتى هتلاقوا سكتشات دكتور راسم اللي كان بيبعتها لي هنا. يعني مثلا كنت ابعت له الشغل وهو يبتدي يعمل عليه سكتشز وكده توجيه يعني. فانا محتفظ بالحاجات دي لانها جزء من ذاكرتي وتجربتي انا الشخصية. فالحاجات دي كلها كانت حاجات سريعة، بس يعني سبحان الله اي مجهود واي ايفورت الواحد بيعمله بيفضل مكمل معاه وبيسمع في مشروع تاني، لان هو دي ميزة ان الجهد المتراكم يعني، ان هو نيفر دايز يعني، ان انت على طول بتكمل عليه. فهنا ده كان يعني اول مشروع سكني بجد، ده كان شكل البرزنتيشن النهائي. وكان بقى الدسكشن مع دكتور راسم مهمه جدا، فكره المدينه العربيه، وكان
a lot of hours to discuss يعني from micro to macro وفكرة البيت والمدينة وإن إزاي المدينة القديمة كانت عبارة عن بيت كبير وإن البيت زمان كان عبارة عن مدينة صغيرة في الكورتيار في السلاملك في الحرملك في يعني it acts as a city فهي دي فكرة الدواليتي ما بين المايكرو والماكرو وبعد كده اشتغلنا على فكرة الفريج اللي هو الفريج ده هو المصطلح المستخدم هنا في معظم دول الخليج اللي هي فكرة الأحياء السكنية اللي بتكون بينها براحات وسكة وأزقة وطبعاً والبيوت كانت عبارة عن very courtyard houses دي نماذج من الكورتيارد هاوسز للبيوت العربية القديمة وبعد كده ابتدينا نشتغل على تايبولوجيز حسب قطع الأراضي اللي قسمناها وكل التايبولوجيز كانت مطمنة فكرة الكورتيارد هاوسنج دي وهنا البيلد اب بتاع التايبولوجي وخدنا التايبولوجيز دي بقى وبعد كده كوننا بيها عملنا بيها بابليك دومين وايربان فابريك زي ما انتم شايفين في الصورة دي بيعتمد على دي لايك يعني بروتوتايب لنيبرهود كانت جيفن باي برنامج اسمه برنامج الشيخ زايد للإسكان فمساحات الأراضي وكده هو كان عندهم ثلاثة بروتوتايب هو احنا اشتغلنا عليهم وكوننا بيهم الفابريك أو الأربان جرين اللي انتوا شايفينه وكان الفكرة ان احنا ازاي how to create the linked plazas وبراحات مع بعضهم وان from the macro to macro تاني ان نرجع لفكرة المدينة العربية القديمة بس بشكل more contemporary يعني وازاي ان الاوبن سبيس هو الليفنج نيبرهود اللي الناس بتقدر تتقابل ويحصل فيها سوشيال اكتيفيتيز فهنا دي السكك والممرات ما بين البيوت ازاي فيري انتر اكتيف وان ازاي فيها مساحه من الشيدز والستريت فرنيتشر بان هي تساعد الناس انها تقابل الفيجوال ماركرز والويند تاورز وكان في علاقات جميله جدا ظهرت هنا زي ما انتم شايفين ان الكونكت ما بين التو وولز مع بعضهم ونعمل ويند كاتشر فوق بحيث يعمل اير سيركيليشن فاستخدمنا كل المعاني معظم المعاني بتاعت العماره التراديشنال اركتكتشر هنا في الخليج ان مور كونتمبري واي البلازات والساحات وبعد كده ابتدينا نشتغل بقى على التايبولوجيست نفسها ده الكورتيارد هاوسز ووجود المشربيات جوه القطاعات والسكشنز وازاي فين نحط فين ملاقف الهواء بحيث تعمل اير سيركيليشن شكل البيوت نفسها it has this contemporary look بس you can relate it to the place يعني بحيث الاماكن تخلق زي القراءة وطبعا زي ما انتم شايفين هنا الفلور بلان نفسه فكره الكورتيارد وان المشروع نفسه عباره عن بينويل هي المفروكه بحيث بيعمل نوع من الخصوصيه وطبعا والبيئه فيري كنترولد الكورت ياردز وحتى التيرسز اللي موجوده جوه هنا اتس اوفر لوكينج ذا كورت يارد السلم موجود على الكورت يارد فرجعنا فكره الكورت يارد ده ان هو قلب البيت النابض يعني شكل البيوت وهي مع بعضيها اماكن وضع الشبابيك بحيث يكون فيها نوع من الخصوصيه والبرايفسي وفي نفس الوقت بتدي نوع من الاركتكتشر كاركتر وستيتمنت تايبولوجيز ثانيه مهما تكبر مساحة الأرض المساحات برضو الفكرة لسه محافظ عليها building to the wall edge to edge هنا يعني فالتايبولوجيز كانت كلها بنحاول نخلق فيها فكرة الفابريك المدخل مش دايركت زي ما انتم شايفين هنا المدخل منكسر من الجنب بحيث تخش indirect السور نفسه عبارة عن layers tectonics of privacy فكرة المقعد الامامي اللي موجود فكره الفتحات اللي في السور اللي بتدخل اضاءه بشكل غير مباشر الويند كاتشر المحطوط فوق المدخل بحيث يعمل سيركيليشن الكتل نفسها وده اتعلمته جدا من دكتور اسم بدران الكتل نفسها فيها نوع الفيليج واللعب بالبارابت ذا بحيث انها ترمي الضلال على بعضيها فالمبنى جيف سيلف شيب بلس ان معظم الفتحات موجوده جوه على الكورتيارد اللي هو اوريدي السكيل بتاعه فيري كنترولد وفيري انتيميت هنا تايبولوجي تاني بيلدينج فروم وول تو وول وده كان الفيري سمبل سيكشن يعني فدي من ضمن الـ كانت التجارب الاولانيه اللي فضلت راسخه فمع انه كان مشروع فور بابليك هاوسنج بس بعد كده لما طبقت نفس الافكار دي في المشاريع اللي بعديها فبعديها كنت محظوظ ان جالي مشروع فتره لما انا كنت في بيركنز ويل جالي مشروع ريزورت
في الشارقه، والشارقه اتس دراي سيتي، وزي ما انتم عارفين في ترافيك من دبي للشارقه، فالناس بتسوق ساعتين عشان توصل هناك. والموقع ليه ذاكره معينه انه كان فيشرمان فيليج، يعني قريه صيادين، ودي التريسز اللي ما بقتش موجوده دلوقتي. انا كنت محظوظ طبعا لان من حظي ان المبنى سوري الارض كانت بعيده عن بيتي حوالي 3 دقائق او 4 دقائق اروح امشي، يعني لان ده الشط اللي فوق ده هو الشط اللي احنا كنا بابليك بيتش يعني اللي كنا بنسبح فيه وكده. فرجعتني تاني ده الموقع، دي الاثار الموجوده، الريونز الموجوده فيه معظمها طبعا يعني تهدم وكده، ودي الحاجات اللي كانت موجوده فحفظنا عليها. فعملنا اللي هو الهيت ماب، دي ايه الحاجات اللي يتم الحفاظ عليها. من ضمن الحاجات اللي كانت مهمه جدا فكره الوين تاور، رجع تاني، وده اتس وركينج وين تاور يعني شغال. فكل الافكار اللي اتعلمتها في الشغل مع راسم بدران، ابتديت طبعا هو راسم بدران مع حفظ الالقاب يعني علم ولا يعرف يعني. فالافكار دي لما جيت اشتغل حتى في مشروع ريزورت مش مشروع سكني، ابتديت اطبق نفس الافكار، فكره الدي سكيلينج، فكره الكورت يارد هاوسز، الخصوصيه، العلاقه ما بين المباني وبعضها بحيث تخلق فابريك. بلس ان المشروع طبعا، ودي الحمد لله يعني ده كان تدخل مني انا للكلاينت، ان احنا عملنا المشروع وجه بابليك هتشوفوه لما يعني في السلايدز اللي جايه. فدي كانت السكتشز الاولانيه للمشروع. هنا ده الماستر بلان، فمن فوق تحس انه عباره عن اتس ا كونتمبري فيشرمان فيليج. فالموقع ما فقدش الذاكره بتاعته، بس بقت بشكل طبعا احنا كنا الكلام ده كنا شغالين سنه 2018 يعني. فكان مهم جدا ان احنا ازاي نفرق ما بين المباني القديمه اللي موجوده في السايت اللي احنا هنعملها ادابتيف ريوز والمباني الجديده. فاشتغلنا في فكره التو جاكستابوز جريدز، الجريد الحديث اللي احنا اشتغلنا بيه ده هو الجريد يعني فيري اورثوجونال على السانسيت، بحيث يخلق سانسيت يعني فيري بوتيك مومنتس، ويعمل كونتراست مع الجريد الموجود. وده ايمالي الشخصي حتى لما اشتغلت في فكره ديزاين مركز بغداد للتصميم، ان لما بتبني جنب مبنى قديم ففي نوع من الحساسيه شويه، لازم الواحد يكون فيري سنسيتيف ان الفتره الزمنيه ما بين المباني لازم تبان. فما بني في الثلاثينات والعشرينات لازم يفرق عما بني في سنه 2018. فعشان كده هتلاقوا الاركتكتشر لانجويج هنا فيها من روح المباني القديمه، روح الفيليج الموجوده حتى في استخدام السلالم الاوت دور ستيرز والمشربيات والتراسز والكورترز، وحتى بعض الموتيفز، عشان ندي شويه اركتكتشر ايدنتيتي بس ستيل بلونج للكونتمبري، يعني ما تقدرش تقول انها قديمه. فهنا ده من ضمن البابليك فيس للمشروع اللي انا عملته، ان احنا كنا بنيجي دايما على المباني القديمه زي السكتش الاولاني اللي وريتهولكم لو انتم يعني ركزتوا فيه، ان احنا المباني القديمه بنحوط عليها ونعمل حواليها زي كالتشر اكتيفيتيز فور ذا بابليك، لان الناس ده فندق صحيح الناس ليها بيوت وكده وليها نوع فيها الخصوصيه، بس في نفس الوقت ان البابليك اللي عايزين يجوا يشوفوا الموقع اللي هم كانوا متعودين يجوه ما يتحرموش منه. فزي ما انتم شايفين هنا عملنا الاليفيتد ووك وايز، دي اللي هي هنا دي المباني القديمه اللي موجوده، وهنا المباني الجديده وفيها نوع من الكونتراست ما بين الاثنين. هنا ديت البيوت، وزي ما انتم شايفين هنا ده المحور اللي احنا عملناه تو فيس السانسيت، يعني بحيث زي اللي وي كان كده، من الحاجات اللي الواحد اتعلمها منه ان هو السوق انستيتيوت المحور اللي عامله ناحيه السانسيت ده اتس فيري نايس. هنا زي ما انتم شايفين علاقه السبا، هنا علاقتنا بالمباني القديمه عامله ازاي، وكاننا احنا عاملين فريمينج للمباني القديمه ويتم استخدامها بشكل عصري. دي شكل الوحدات، والبيوت عباره عن يو شيب او ال شيب او كورت يارد هاوسز. هنا دي البيوت على البحر. الصوت واضح كده ولا؟ الصوت واضح جدا تمام. طب البيوت اللي على
على البحر، واخده فكره اليو شيب والكورترز. وعملنا فكره كويسه هنا لما تشوفوها في السلايد، ان احنا الاوت دور تيرس في بيفوت دورز اللي هي بتقفل وتفتح بحيث تدي نوع من الخصوصيه. فالجيست نفسه هو اللي بيتحكم في ليفل الخصوصيه، لان طبعا ده ريزورت ليه طبيعه من المفتاح. بس في الاخر زي ما انتم شايفين المباني اتس دي سكيلد، يعني عامله اربن فابريك، حطينا المباني الارضي على ناحيه البحر والارضي واول وراه بحيث تخلق لايك ناتشرال فيليج. هنا النيجوشيشن مع اللاندسكيب الطبيعي، ان احنا كنا عايزين نعمل مينيمم امباكت على قد ما نقدر. فزي ما انتم شايفين وي كيبت ان طبيعه الارض از ماتش ناتشرال از وي كان. يعني فالمشروع جدا يبان انه بسيط، عباره عن انترفينشن جوه الناتشرال لاند لاندسكيب. يعني سريعا كده ممكن بعد الفتره دي. يعني قدر لي ان انا نقلت المكتب صغير، كنت انا مدير التصميم وشكلت فيه فريق، وانتقلت من فكره الشغل الاماكن الكبيره اللي بيجي لها مشاريع كبيره لمكتب صغير بس كل شغله فيلات وكده. فهي قدر الحمد لله ان انا كنت محظوظ ان انا اكون اتواجد في الفتره دي، وابتديت اشكل تيم. وابتديت الفرصة اللي أنا كنت يعني نفسي فيها إنها تيجي، إن أنا أبتدي أشتغل في مشاريع وأشوفها وهي بتتنفذ، وأشوفها وأنا يعني الحمد لله وأنا عايش أبتدي أشوفها وأكون جزء من خبرة وذاكرة أماكنها يعني. ودي ميزة الشغل في البيوت السكنية، إنها بتشوف منتج سريع. يعني مثلا ممكن في خلال 6 شهور 7 شهور تبتدي تشوف المنتج اللي أنت عملته واقع على الأرض. فابتديت اخلق مانيفستيشن كده او مانيفستو للشغل اللي انا بشتغل عليه. وزي ما كنت اتكلمت في اكتر من لقاء قبل كده، دايما الواحد بيحب ساعات يسجل افكاره قبل ما يشتغل. فهنا كنت دايما بقعد اكتب ايه الحاجات اللي انا عايز اوصلها في البيوت اللي انا بصممها از جنرال مانيفستو كده. فهنا ففكره الورقه دي المكتوبه، انا الورقة المكتوبة دي أنا صورتها نص ساعة قبل المحاضرة، إني بحب أوري أكتر behind the scene، إزاي الواحد بيشتغل وإزاي الواحد بيفكر. لأن دايما بتسأل السؤال ده، أنت إزاي تطلع الشغل كده، سواء الشغل كويس أو وحش، فهو دي ليه بروسيس معينة بتطلع. البروسيس بتاعت الشغل دي مختلفة من مشروع لمشروع. أنا عايز أبين هنا إن مفيش يعني أي حاجة كريزي ولا أي حاجة خارقة ورا الشغل، لو كان يعني الشغل كويس، إن أفكار بسيطة جدا. كتابة، فكرة الصفاء، السيرينيتي، الوئام، الهارموني، الألفة، الانتمسي، الارتباط، الاتاتشمنت، الدفء، الوارمث، فكرة التوجذرنس، ان البيت تعبر عن فكرة المعية كلنا، ازاي ان البيت يبقى اكسبلور، بريث، ستي، ريفليكت، ريفليكشن لشخصياتنا، ريتريت، ان هو
ازاي ان البيت يبقى عباره عن فكره ريزورت، ازاي البيت يكون له كالتشر فاليو قيمه، ازاي يكون سيمبل بس يت سوفيستيكيتد، يعني يكون في نوع من التركيب والتعقيد اللي مش بس يعني حاجه معموله وخلاص من غير تفكير، ازاي فكره الايزنس والكومفورت والبليس تو كونتمبليت، ازاي يكون مشروع بالانسد. فكنت دايما بسال نفسي الاسئله دي كلها، from mundane to the spiritual، من المادي للروحي، متعة الاكتشاف، sense of discovery، صوت الصمت والهدوء، ان ازاي البيت يكون في نوع من sounds of silence، طبقات متتالية من التواصل والخصوصية، different levels of encounters and privacy. فان ازاي البيت الواحد اللي احنا بنعمله بيحقق فيه كل المعاني دي قدر المستطاع، اللي هو different levels of encountering، اللي هو في طبقات من الانكاونترز اللي هو التواصل، طبقات متتاليه، والطبقات دي ليها علاقه بالمايند والسول يعني زي ما كاتب هنا بالعربي، ازاي خلق مكان ملهم للعقل والجسم والروح. ف وهنا في فكره هنا موجوده اللي هو seamlessly blur the line between inside and outside، ازاي البيوت اللي اشتغل عليها تكون هي مش عماره ومش لاندسكيب، اتس ديفيوزد ومش انتيريور، هي فكره ان هما اتس فيري ويل بلندد توجذر يعني. ف المانيفيستو ده موجود عندي، كل السكتشز وكل الكتابات وكل الحاجات دي بشكل طبعا مرتب اكتر من كده، بس حبيت بس السلايدز البسيطه في الانترو اللي انا مسميه ده تعبر عن اول رحله واول ناريتيف، هو فكره الانتقال من البيجنس to the small scale. بعد كده بنخش على أول قصة. في شوية فن بقى شوية. أول قصة هنا بنسميها اللي هو الزين هيفن، ده بيت السيدة عفراء وأنس. دي من اوائل البيوت اللي كنت اشتغلت عليها. اتس فيري انترستينج ان الكلاينت، ابتديت اتعرف على كلاينتس، الحمد لله الحمد لله هم اللي دوروا عليا وجابوني، و انس هو ما دورش عليا، انس يعني جه عن طريق واحد وهو اللي عمل ريكومنديشن وجه قعد معايا انترفيو مرتين يفهم انا كشخص بفكر ازاي بعيد عن كمعماري اصلا. قال لي لاني بصراحه اسلام انا عندي معماريين كتير، هو ويل كونكتد هنا يعني ما شاء الله راجل محترم وذو قيمه يعني، انا عندي ممكن اي حد يعمل بيت يعني بسهوله، بس انا عايز حد يكون يفهم طلباتي واكون استريح له كشخص قبل ما استريح له كواحد كمعماري. فالحمد لله حصل بينا التواصل والتراب ده، لانه ابتدى يحكي لي طريقه معيشته ازاي تفاصيل، فانا لما بقول قصه تفاصيل، فانا البيوت دي انا عندي تفاصيل لدرجه ان احنا بعد ما بنخلص الشغلانه كل الحمد لله كل كلاينت عملت له شغلانه اصبحنا في نوع من الصداقه، لان بيت عارف طريقه عيشته، اهله بياكل ايه، بيعيش ازاي، علاقته باهله ايه، علاقته بوالدته ازاي، فنشا نوع من العلاقات. فابتديت احاول المانيفيستو الكتابات اللي انا وريتها في الاول دي انها تبقى عباره عن ده الكونتراكت ما بيني وما بين الكلاينت، يعني كلمة منافستو ده عبارة عن بيان مكتوب بيعلن علانية نوايا المصدر، احنا عايزين نعمل ايه من البيت ده، يعني بياند الفيزيكال مانيفستيشن للعمارة الفيزيكال فورم بتاعها، احنا عايزين نعمل ايه. فده كان مهم جدا. فكنت باخد دايما الكلاينتس في الرحلة دي، في رحلة الجورني دي، ابتدي معهم بريفرنس ايمجز بكوتس زي ما انتم شايفين هنا كده، العمارة هي البيئة التي يجد فيها الانسان الملاذ، سنتوري والمأوى والشلتر الامن لروحه الأول، للروح الأول ولنفسه ولجسده. دي مقولة القاضي الأندلسي ابن عبدون في القرن الثاني عشر الميلادي في كتاب إدارة العمران. فإزاي العمارة بتتحول من هي عبارة عن مباني لفكرة أنها الملاذ الآمن للمأوى والروح. وهنا ابن سينا أبو الطب بيقول عندما لا تعرف طبيعة المرض اتركه للطبيعة ولا تتعجل، فإما أن تشفيك الطبيعة وحدها أو تمضيك بمهية الداء. فالكونكشن مع الطبيعة ده شيء مهم جدا. طيب لو إحنا مش موجودين في قلب طبيعة وكان كرييت، لأنه في الآخر الأوبن سبيس اللي إحنا بنعمله ده هو بيمثل الطبيعة،
فاحنا النيجاتيف سبيس هو بيمثل الطبيعه. فعشان كده اصبح قصه الاوبن سبيس عندي مهمه جدا، انك تعمل لها كارفينج يعني ستوري لوحدها. فرانكلين رايت نفسه قال ستادي نيتشر لاف نيتشر ستي كلوز تو نيتشر ات ويل نيفر فيل يو، يعني ادرس الطبيعه وتعلم من الطبيعه وحب الطبيعه وهي لن تخذلك ابدا. فانا تعريف وات از هوم بقى، الهوم ات مينز بيلونجينج، ات مينز كومفورت سيكيورتي اند هابينس. يعني فهو بيوند الفيزيكال اكزيستنس بتاع الاركتكتشر، لا في معاني البيوت ليها ايدنتيتي وكاركتر. فهنا انس هو اماراتي بس اصله خالص فلسطيني. فازاي فكره ان ازاي البيت بتعبر عن جذور معينه بس في ارض اماراتيه بشكل عصري بحيث تبقى بشكل سيتلد. فاستخدمنا للشجر مثلا التين والزيتون اللي استخدمناه هنا، انواع الشجر اللي استخدمناها it have some reference للموجود. استخدمنا one غاف تري لان زوجته هي اماراتيه، فالاماراتيين عندهم الشجر النيتف بتاعه هنا الغاف تري. فازاي الميكس في اللاندسكيب يدي نوع من الايدنتيتي والكاركتر للبيت. ازاي نعمل فكره اويسيس اوف كالمنس. انس ما عندوش اولاد ويعني لم يرزق باولاد وحياته بسيطه جدا، يعني ما بياكلش مثلا لحوم، فيجن هو، زوجته بتلعب يوجا، فيري مينيمال، حياته فيري مينيمال، باين في لبسه في شكله في الكاركتر في طريقه كلامه في كده. فازاي البيت بتاعته تعكس الشخصيه اللي بيعيش بيها. واشتغلنا على فكرتين اللي هو الكونكشن اوف نيتشر والريفليكشن اوف بيرسوناليتي، وازاي ان الفورمز تبقى بتعبر عن فكره البيوريتي والكلاريتي والسينيريتي اللي هو السينيريتي اللي هو الصفاء والوئام، ده اللي هو اتس ويك اند هوم، هو بعيد عن بيته الاصلي فهو اتس لايك ا ريتريت بيروح له كل ما يكون عايز يستجم في الويك اند. فهنا الديزاين ايثوس ان احنا ازاي نعمل حاجه كونتكتشوال مينيمال وترانكوال في نفس الوقت. فدي كان الريفرنس ايمجز اللي بوريها له في الاول عشان نحس ان احنا وي ار ان ذا سيم بيج. يعني وانا دايما بقول، مش انا اللي بقول بقى، دي كلمه ادواردو سوتودومورا، اللي بيبتدي من الاول بيقول غبي. هو سوري مش انا اللي بقول كده، يعني هو اللي بيقول اي حد بيبتدي دايما فروم سكراتش معنى كده انه اهمل كل طبقات التعلم اللي قبل كده. يو اولويز هاف تو ستارت فروم سمثينج، يا اما من نفسك يا اما من الاخرين. انما ما حدش دايما بيقعد كده في الفراغ وعايز ينفنت حاجه جديده. انا بعتبرها برايي الشخصي، يعني ربنا يوفق الجميع، بس في قيم متعلمه من شغل الناس لازم نتعلم منهم، خصوصا لما يكون حاجات فيها اوريدي بذل فيها مجهود، يبقى احنا علينا مجهود اكبر ان احنا نحللها ونفهمها ونطورها. الدايناميك سبيسز، فكره اللعب بالاضاءه والفلتريشن بتاعه اللايت. الاوت دور سيناريتي زي ما انا قلت، ازاي استخدام النباتات يكون في نوع من الريفرنس سواء لاصله او لاصل زوجته. الماتيرياليتي، ازاي نستخدم ماتيريالز تكون فيري سمبل واليجنت في نفس الوقت وتكون ديورابل مع الوقت. فده كان الموقع. الموقع هنا قصاد حديقه كبيره اللي اسمها حديقة العلم. زي ما انتم شايفين كده، هنا بيوت اخواته على اليمين وعلى الشمال مبنيين فترة، هو البيت الوحيدة الفاضلة في النص. علاقة المشروع بالشارع it's very يعني natural. فابتدينا الانيشال فروتس كده سكتشز خفيفة بحيث نطبق الأفكار بشكل سريع. فهنا هو البروجرام بتاعه مش كبير خالص لأنه ما عندوش أولاد وكده، فكان عايز بس ماكسيموم يعني البيت كله يبقى عباره عن 3 غرف، غرفه تحت لوالدته وغرفتين فوق، غرفه ليه وزوجته وغرفه للضيوف. فالبيت البروجرام بتاعه مش كبير، مساحه الارض ريلاتيفلي كبيره نسبيا، وهو مش عايز يعمل لاندسكيب كتير عشان ما يصرفش عليه في الصيانه وكده. فاول حاجه من اللي عملناها، هو راجل يعني عنده نوع من الخصوصيه والبرايفسي شويه، ان احنا ما عملناش المدخل دايركت. دي الحاجات اللي اتعلمتها بقى من الرسم زمان، ان انا يعني لما اشتغلت بقى، ف أقصد أقول المعاني اللي أنا شرحتها في الأول ابتدت تفضل عايشة جوايا، ولما غاط جه الوقت اللي أنا أستخدمه. فعملنا فكرة الإنتري اللي من الجنب المنكسر من هنا، تخش على 4 كورت كده بمقعد، و
وعملنا هنا غاف تري شجره واحده. عملنا هنا الباركينج بيخش برضو بشكل يعني من الجنب السور هنا. هو عنده كلب اسمه شداد، كلب بوليسي مهم جدا، فصممنا غرفه شداد. ف تنشن ديتيلز. بعد كده دخلنا هنا على اوت دور كورت يارد، وبعد كده البيت بقت عباره عن ال شيب. عملنا لوالدته هنا انذر كورت يارد بحيث تبقى والدته عايشه معاهم بس مديه لهم الخصوصيه بتاعتهم. وعملنا لزوجته هنا يوجا بافيليون، وعملنا هنا سويمنج بول للتريود، وفي جاكوزي بره، وعملنا زي سيتنج اريا موجود. البليسنج بتاع الشجر هنا عملنا غاف تري، لان ده ديزرت كورت يارد، والدته من هي السورس، فعملنا هنا اوليف تري، وهو بيحب الفيج تريز اللي هو التين، وزوجته بتحب اللي هو البالم ديتس. فاصبح اللاندسكيب كله في كل كورنر ريبريزنت ا سيرتن ايدنتيتي. القطاع كان عباره عن اللايرز اوف انكاونترز اللي انا كنت بتكلم فيها في الاول دي، ان في فور كورت، في اوت دور كورت يارد، بعد كده في انر كورت يارد اللي عليه معظم الفتحات، والبيت معظمه بره سوليد. وعملنا فكره الابر تيراسز اللي هو ريبريزنت الايديا بتاعت البيوت الاماراتيه القديمه، فكره نخلق سمول فريج جوه البيت. دي كانت الانيشال فلور بلانز، تشرح ازاي ان كل كومبوننت انترلوكت مع الثاني، حركه الميدز وحركه السواق والباركينج والكلام ده كله مع حركه البيت نفسها، اتس نوت ديستربنج يعني، وكل واحد من البيت انجوينج ديم اون كورتر. فهنا ده الاكزيستنج كونديشن البيت، السمبل فورم دي الكونسترينز والريجوليشنز البلديه. بعد كده اشتغلنا فكره ال شيب، عملنا كورت يارد. ده كان الفيزيكال موديل ريندرز اللي عملناه في الاول، لان دايما بحب اشتغل في الاول بالستايل ده او الابروتش ده، ان بيخليك اكتر تشوف العماره مور ان نيكد اي، يعني من غير تو ماتش موتيفز ولا زخارف، يعني يو ديدنت دو تو ماتش، بتشوفها ان ا فيري بيور اي. فهنا دي كان شكل البيت وعلاقتها بالجوار، وازاي نحميه من من الجيران اللي حواليه، لدرجه ان احنا بنينا الحاجات دي تبكلي اماكن الشبابيك بالظبط، وكنا بنوقف له في كل شباك عشان نقول الجيران هيشوفوا ايه من البيت، ان هو قد ايه كان مهم عنده موضوع الخصوصيه. فده شكل البيت من بره، فيري سمبل. هنا كده المدخل منكسر من على الشمال، وتبتدي نخش لفكره الكورت يارد ده اللي هو الفور كورت اللي فيه الغاف تري مع مقعد، بحيث لو جاي له ضيف في الشتاء ولا حاجه مش عايز يدخله، بينجوي الكورت يارد اللي بره ده مور كلوزر شوت. بعد كده هنا المدخل الرئيسي، بتشوف جليمس هنا بعد ما دخلت من المدخل الانر كورت يارد. فكره البروفريتد بريكس دي موجوده كتير في المباني الاماراتيه القديمه هنا، اللي هو الكوليسترا دي كانوا بيستخدموها، بس ايه بشكل اعقد من كده شويه. هنا الاوت دور يوجا بافيليون، هنا الكورتير بتاع والدته، فوالدته موجوده معاهم في البيت بس هاز يعني اون برايفسي، مع شجره الزيتون الموجوده. وعملنا هنا منطقه الباربيكيو اريا ورا اليوجا بافيليون. هنا الواجهات الجانبيه زي ما تشوف هنا فيري سمبل، بحيث يعني اكبر نوع من الخصوصيه. وعملنا سلم خارجي من الجنب من هنا بيطلع ورا الوول دي، بحيث لو هو موجود في الجاردن يقدر يطلع فوق. فهو البيت ده انت شايف هنا is very pure forms، بتعبر عن الكاركتر والشخصيه بتاعته. He's a very minimal guy. He talks less, eat less, spend less. فهو ازاي ان البيت بتعبر عن فكره الايدنتيتي او الكاركتر بتاعت الاونر. الفلور بلانز it's more contemporary, very simple. حتى ال الروف نفسه كان مستخدم ان هو it gives another series of encounters، ان انت من فوق يبص على السويمنج بول، على اليوجا بافيليون. ف it gives يعني layers of use للبيت. بعد كده دي كانت الايرلي ريندرز، زي ما شايفين هنا المدخل اللي من جنب الكورت يارد، بحيث يعني يعمل كانه فري شولد، عتبه soft threshold ما بين what is inside and what is outside. هنا بعد ما دخلنا من الكورت يارد، هنا ده كده المدخل.
والكلوزر شوت. هنا دي غرفة الكلب أكرمكم الله اللي هو ده شداد. فشداد has already like a glimpse to control البيت. هنا ده المدخل. دي غرفة شداد نفسها. It's a part of the design. هنا والاير كونديشن بتاع شداد مع تحت الظل. هنا الكورتيار بتاعه. بعد كده هنا السواق، غرفة السواق. He has his own courtyard. بعد كده هنا الميد. She has her own courtyard. ومفصولة طبعا السواق بحيث كل واحد ليه نوع من الخصوصية. هنا الميد كورتيارد. هنا دي الواجهة الجانبية. زي ما انتم شايفين السلم عملناه كأنه أنف الثيتر جوه، يقعد يقرا فيه ويتفرج ويشوف البول بره وكده. فالسلم اتس اكسبيرينس باي اتسلف. يعني هنا فروم انسايد تو اوتسايد اليوجا بافيليون، مع عملنا له جوه السويمنج بول لايك يعني الجاكوزي. هنا الاوت دور سيتنج، وعملنا فكره التوجيزرنس، فكره السانكن سيتنج دي عملناها دائريه. وعملنا سمول ديتيل، وده الجميل في البيوت ان الواحد كل ما بيشتغل على الديتيلز اكتر بتدي معاني. يعني عملنا السويمنج بول كانه الفيتد من هنا، كانه اوفر فلوينج فاونتن. ات اكت از سويمنج بول فروم انسايد، بس من هنا ات لوكس لايك ا فاونتن. خصوصا بالليل يقدروا يحطوا كاندلز وورود عليها، ف ات ويل بي فيتشر باي اتسلف. الفاميلي ليفنج روم هنا زي ما انتم شايفين اتس اوبنبل، بحيث لما يكون الجو كويس يبقى اتس بلورد باوندري بتوين what is inside and outside. ودي فكرة الكونتمبري هومز، ان انت خصوصا احنا بعد ما كلنا تعزلنا في الكورونا وكده، ففكرة الاوت دور سبيس مهمة جدا. فهنا السينرجي بتوين what is inside ده بنسميه انفيوجن بتوين الثري شولز، بتوين اللاندسكيب والانتيريور والاركتكتشر، دي كان كام توجذر مع بعض. دي كانت السايد اليفيشن زي ما انتم شايفين، الكورتيارد بتاع الوالد هنا، ودي غرفتها اليوجا بافيليون. هنا الاوت دور شاور تو انجوي الاوت دور ليفنج. يعني فكره ان المشروع لما بقى فيه كورتياردز وجابز اللي هو البين ويل ده، ان هو بدأنا نخلق سكه ما بين الكتل وبعضيها بحيث بتساعده انه يفضل يتمشى جوه البيت. هنا السوينج مومنت اتس فيري لونج لينير مع البول. الاوت دور ستير هنا بحيث يقدر يطلع فوق تو يعني ويبقى على التراس من فوق. الوول هنا عملنا فيها شباك وسكاي لايت هيبان اكتر في الانتيريور. ده مدخل للدور الاول من السلم، التراس لوكينج على الكورتيارد. ده شكل البيت بشكل عام وال يعني علاقته بالجوار ايه. والدروينز حتى رسمناها له لما جينا نقدمها بشكل كده فيري ارتستيك، فهو يعني قال this will be deserved to be hanging in the walls. يعني اللي هو الحاجات دي هيحتفظ بيها كنوع من بدل ما يستخدم ارت وورك، لا تبقى الدروينز بتاعت البيت هي نفسها تبقى الارت وورك اللي يتعلق، بحيث اتس ميموري من الستوري اللي بنيناها مع بعض. يعني دي كانت الاليفيشن زي ما انتم شايفينها اتس فيري سمبل السكشنز. بعد كده اشتغلنا مع الانتيريور ديزاين كيفن من نوماديك، وكنا شغالين بنفس الثيم ان ازاي البيت زي ما انتم شايفين هنا السكاي لايت، هنا فكره الاضاءه الطبيعيه الناتشرال، اليوز اوف ماتيرياليتي تكون فيري سمبل واليجنت. هنا المطبخ مينيمال، يعني بيقفل ويتفتح بحيث لو ما فيش طبخة او كده واستخدام بيتقفل، بيبقى عبارة عن ووردروب. الكاونتر حبينا نحط شوية في اليوز اوف ذا فرنيتشر تو هاف سام فن، يعني فالفرنيتشر كله كان عبارة عن شوية يدي نوع من الفن، يعني بحيث شوية يكسر الريجيديتي بتاعت الاركتكشر. السلكشن اوف ماتيريال ده الريندر بتاع غرفة والدته واطلالتها على الكورتيارد. هنا الماستر بيدروم بتاعته اتس فيري زين، يعني عبارة عن وول فرونت هيد ولوكينج تو ذا فيو.
الحمام نفسه عملناه له كانه كابينتس، كانه يعني، والسكاي لايت فوق الجاكوزي اللي فوق، and you can easily يعني تقدر تحقق نوع من الخصوصيه. غرفه الجيست هاوسز برضو بس زي غرفه النوم الرئيسيه، بس عملنا ورا لان الجيست بيجوا بلبسهم وكده، عملنا لهم دريسنج روم ورا الوول بس. ودي كانت اول تجربه مع اول بيت. تاني بيت الكلاينت اسمه مرزوق البستكي، في منطقة هنا في دبي اسمها البستكية اللي هي دبي القديمة، كلها عبارة عن مون تاورز وبراجيل وكده وفابريك معين. فمرزوق جه قال احنا عندي بيت جدي في البستكية وانا بحب الاركتكشر بتاعت البستكية وعايز نعمل بيتي بنفس النمط ده. ف قبل ما نبتدي اشتغلت قلت له شوف وي كان دو وات، يعني اللي انت بتسالنا عليه احنا ممكن نعمله لك، بس احنا ايه المانع ان انت تدينا محاوله ان احنا نبتدي نفهم اكتر البستكيه ازاي اتعملت وايه اللي خلاك معجب بيها كده، ونطبق لك الكلام ده بشكل عصري. لانه قلت له صراحه ان احنا نعمل وين تاور ولا نعمل موتيفز من في سنه، الكلام ده كان سنة 2000 بداية 2020، قلت له احنا بنهين يبقى احنا بنهين التراث ده، فخلينا نحاول نستقي منه معايير ونعملها بشكل عصري. والحمد لله الحمد لله يعني ان الطلب بتاعنا ده لا قبول عنده. ففكرة هنا كان ارضه اكبر شوية من أنس، وكان بيحابب فكرة لاندسكيب. فإحنا إزاي نعبر عن البيت إن هي الإرث البرادايس، كما تم ذكره في القرآن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، إزاي إن البيت بتعكس فكرة الجنة، فإن الكورتيرز نفسها to be more lush، إزاي فكرة الإسلاميك جاردنز اللي موجودة في كل حتة، الموجودة في الأندلس في الهند، يعني فكرة الفلج الووتر فيتشر الموجود ده بالفاونتنز، فإزاي نخلق له سبيشال مومنت نقدر نخلي البيت مكان رحب للعيشة فيه. فديت بقى لما رحنا ندرس البستكية، علاقة الظل والنور اللي على المباني، الايدنتيتي والكاركتر اللي فيها، الاوتدور سيتنج ارياز كانت مهمة جدا، ان الوولد جاردنز ان ازاي الوول تبقى موجوده وراها زرع والزرع طالع منها على السكك الجانبيه، ان ازاي الانتيميسي بتاعت السبيسز نفسها، ان انت كوزنس، وده مهم جدا. الواحد لما بيصمم لازم يشتغل على السكيل، فدي بيت، فلازم اتس نوت ا بابليك بروجكت، يعني ده بالعكس حاجه فيري انتيميت، فازاي الكوزينس بتاع المباني القديمه دي ننقلها له بس بشكل كونتمبري، لانه في الاخر زي ما قلت برضو انس في الاول البيت اللي شرحناه انس اللي فاتت دي هو كان ليه طلبات معينه، بس احنا بنبني في سنه 2019. مرزوق البستكي ليه طلبات بس احنا بنبني في سنه 2020. ففكره انعكاس الوقت عشان تو بي اونست ريبرزنتيشن للتايم اللي بنت فيه، عشان كده كنت اجينست، حتى يعني لو ما كنتش انا هشتغل على مشروع بنفسي ما كنتش هشتغله، لان الحمد لله عندنا مشاريع كتير نشتغل عليها، بس اهم حاجه نوصل في اجريمنت مع الكلاينت ان احنا بنحترم بعض، ان احنا ما نبنيش حاجه فيك، لا نعمل حاجه مور اوثنتيك ليه هو. هنا فكره العلاقه المباني ببعضيها والازقه والماتيرياليتي، الارتكوليشن مع بتاعت الروفز والكورتيرز نفسها، ان ازاي ان الروف اتس فيفث فساد، الروف هو واجهه خمسه مع الكورتيارد كمان، فتدي الفوليومتريك اكسبريشن بتاع الفراغ، مش بس عباره عن تشكيل وخلاص، لا اتس يوزبل سبيس. وطبعا كلنا بعد فتره اللوك داون دي فهمنا قد ايه ان البيوت الرحبه اللي فيها اوت دور سبيسز
والتريتد والفرنشت بتبقى مناسبة. فكرة الظل والنور يعني لأن أنا يعني الآية الكريمة تقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم أرسلنا الشمس عليه دليل. يعني الظل والنور فكرة بتوصل فكرة السيرينيتي والصفاء النفسي، إن أنت فيها نوع من التفكر وكده. فدراسة الحاجات دي كلها أعتقد بتدي بعد سبريتشوال للبيت، إن هو مش مجرد بيت، الماتيرياليتي اللي تستخدم نفسها يبقى أوثنتيك وليها برضو ريليشن مع الكونتكست شوال الماتيريال اللي كانوا بيستخدموها زمان. الديتيلز نفسها، فكرة إن الفريمينج المومنتس إزاي البيت كلها يعني من كل كورنر فيها مومنت مختلفة. بعد كده دخلنا بقى على الموقع نفسه، موجود هو في منطقة البرشة 3 في دبي. السايت it's very packed، مع زي ما انتم شايفين هي آخر بلوت فاضية تقريبا في النيبرهود أو الفريج الموجود هنا. فهنا دي existing conditions، هنا الconstraints بتاعت البلدية regulations اللي هو 3 متر set back من كل ناحية. فاحنا أول حاجة عملناها إن احنا بقى بعد ما فهمنا الترديشنال اركتكتشر ازاي نطبقها الى كونتمبوري، فاول حاجه فكرنا فكره ان احنا نعمل الفور كورت، ده اللي هو فكره الويلكمينج والترحاب، ان البيت ما يبقاش هاجم على الشارع، لا يدي مساحه اللي هي سيريز اوف انكاونترز، ان هو البيت بينكاونتر مع المحيط العمراني اللي موجود فيه ان فيري هامبل واي. بعد كده عملنا خلقنا فكره الانر كورت يارد ده، وجناح بتاع السواق كله his own courtyard، وجناح الميد لها courtyard، والمطبخ والكيتشن موجودين في الركن هنا بحيث يدوا نوع من الخصوصيه ويخدموا على البول وعلى الليفنج. فالجميل ان كل واحد من مستخدمي البيت بقى enjoying الكورتيارد بتاعه in a very يعني private way. بعد كده ابتدينا نخلق التكتونيكس في الكوتل نفسها بحيث تخلق small village، نرجع احساس البستكية بشكل بقى عصري. وزي ما قلت قبل كده ان فكرة التكتونيكس دي ان المبنى بيدي سيلف شيد على بعضه، لان اللايرز كل ما بنعليها البارابيتس بترمي ضل على الروف اللي تحتيه. وكمان فكرة الفيستاز دي مهمة جدا، انت من كل كورنر ايه الفيستا اللي انت هتشوفها. اللاندسكيب والووتر فيتشر يعني استخدمنا هنا في النص اللي هو الفلج، استخدمنا هنا السومينج بول، وكل واحد طبعا ليه اتموسفير معين. فكره الجاردنز هاو تو بي تريتد ان برضه تو جيت ان ايدنتيتي. ده شكل البيت جوه الكونتكست زي ما انتم شايفين، احنا دايما بنبني الكونتكست اللي حوالينا ليترالي از ات از، ليه؟ عشان نقدر نشوف علاقتنا بالجوار عاملين ازاي. فلو ده الكونتكست الموجود حالنا هتشوفه صاد اللي كده ان البيت بتاعنا بقى عباره عن قصه، بقى روايه لوحده. الروايه دي جايه من تعاطينا مع البروجرام، مع التفكير والتحليل اللي اشتغلنا عليه في الاول. هنا البيت برضو فيها kind of mystery، it's very solid من بره بس more intimate من جوه. الاوتدور ارياز طبعا بحب نشتغل زي ما قلت لكم بالمود اللي هو الفيزيكال مودرن ريندر ده في الاول عشان تشوف الاركتكشر ان مور بيور ان يعني ايه كلير اي من غير تو ماتش يعني ديكوريشن. هنا طبعا كل كورنر يعني كل فتحه احنا عاملينها الحمد لله بفكره وقصه معينه. هنا مثلا جدته بتقوم تصحى الفجر بتقرا قران فعايزه مكان كوزي، فعملنا له فكره المشربيه اللي بتطل على الكورتيارد. هو بيحب يقرا بالليل قبل ما بينام، فعملنا له هنا الاوت دور تيرس فوق جنب اوضه النوم بتاعته بحيث يكون نوع في نوع من البرايفسي. هنا ده مكتبه الصبح، فعملنا له هنا برضو سيتنج اريا بره. ففكره ان كل كورنر من البيت ليه استخدام during the day and night مهم جدا. ده الاوت دور سيتنج اريا. فكره السلالم بقى الخارجيه اللي هو كونكتد بالسلم الرئيسي اللي هو اللي اتعلمناها من البستكيه، الاوت دور ستيرز مهمه جدا. هنا الليفنج اريا وانفتاحها على البول، هنا فريمينج مومنت من الغرفه من التراس بتاعه. هنا الفلور بلان يعني وي درو ات لايك يعني ابيت اوف بينت عشان نبين له الاوبن سبيسز، لان هو النيجاتيف سبيسز هنا والاوبن سبيسز
هي اللي بتخلق ذاكره بالظبط زي الذاكره اللي ممكن تخلقها الكلوزد سبيس. الابر روف، الابر فلور، الروف فلور. فدي فكره التكتونيك او التكتونومي بتاعت البيت او الفيلج. بعد كده الجيرني بقى ثرو الجاردنز، فهنا ده الاوت دور اليفيشن. فهنا فكره الكارفد كورت يارد اللي بره ده اللي هو ممكن يقابل فيه الناس، اللي هو المصطبه زي عندنا في الارياف وكده، مصطبه تقعد تقابل فيها الناس وتحصل نوع من الويلكمنج قبل ما يخشوا. السور نفسه عباره عن مسج، اتس فيري ويلكمنج، مش طارد. During the night. شوف هنا ده الاوت دور كورت يارد، تدخل وفي مصطبه قاعده وفي شجره، تخش البيت هنا. فهنا كده لسه الكود ده في الاوت دور، فانت عندك زي رحبه او براحه بره كده. بعد كده during the night برضه it's very atmospheric. تخش من هنا ده it's like a resort او retreat، فهنا عباره عن water feature كده وفي فوقيه بوت. بعد كده بتبتدي تستقبل البيت، ده كل ده it's public space يعني للضيوف وكده. فعملنا هنا الاوت دور مجلس during the night. بعد كده هنا السيتنج اريا، هنا قاعده خارجيه، بحيث برضو كل كورنر في البيت في 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 قصه، في الاركتكتشر مع اللاندسكيب كومبليمنتنج ايتش اذر. دراسه الظل والاضاءه واستخدام العريش اللي هو البراستي ريد ده بحيث يدي الريجولار شادوز. السانكن سيتنج هنا ده المجلس واطلالته على على الفيو. هنا الكورت يارد وانت ماشي بقى في في اللوبي during the night. هنا فكره اللاشنس والكاندلز اللي احنا عملناها هنا، هنا الفلج الووتر فيتشر اللي موجود من الوول اللي هو بيخلق كنوع من الـ من الـ يعني الصوت نفسه والشكل. والكلاينتس بقى لما بتقعد معاهم بتسمع قصص، فهو يقعد فضل يحكي لي، عارف ان ميزه الميه دي كانوا زمان بيستخدموها عشان الناس بيعملوا نوع من بتعمل صوت، فالناس ما فتدي خصوصيه للغرف وكده. فيعني قصص، فالناس بتبتدي تشوف الفانكشنز كمان اللي انت بتعملها دي وبيادبت وبيتصرفوا معاها بشكل تلقائي. هنا الكورت يارد during the night. This is one of the master scene shots للبيت. بتحس قد ايه التداخل العماره مع اللاندسكيب مع الفيتشرز وولز دي يعني بتدي الكاركتر للبيت. طبعا انا مش انتيريو ديزاين، بس ده كان البليس هولدر اللي بعد كده يعني. وطبعا للاسف هو قال لا بالعكس انا مش محتاج انتيريو ديزاين، يو ديد انف فور مي. فهنا البول اريا. فشوفوا البيت سوليد من بره، بس في الاماكن اللي احنا عايزين انكارج فيها فكره الانفتاح على الفيو فعملناها مور اوبند. دي هنا القعده بقى بتاعت جدته وهي بتبص على الكورت يارد من هنا. ده الاوت دور تيرس بتاعه من غرفه النوم، فعملنا له زي الفيتد كورت يارد بحيث يدي خصوصيه، ودي مكان القرايه بتاعته بالليل. وهو هنا يقدر يبص على الكورت يارد وعلى جدته during the night. هنا الكار باركينج جيرني باي اتسلف. بعد كده نخش هنا ده الكورت يارد بتاع الميد. هنا مكان المطبخ وعلاقته بالحمام السباحة. ده الأوت دور ستير. ده كان واجهة البيت من بعد السور. فازاي الفوليومز فيري بيور وبسيطة، بس بتعبر عن القصة اللي احنا عايزين نحكيها. السايد إليفيشنز فيري سوليد، الفتحات بس في أماكن معينة في السلالم أو البروفريشن. والسكاي كورتز دي فيري مينيمال. ده شكل الواجهة الجانبية، الواجهات الجانبية يعني بنحاول نعبر عن فكرة السوليديتي، بس الأوبننجز بس تبقى في أماكن ومعمولة بخصوصية. ده البيت من فوق. هنا من زاوية أخرى من الجنب. فزي ما انتم شايفين ان البيت قصه يعني. لو اوريكم السكتشات، انا فاكر ان انا حطيت السكتشات المبدئيه هنا بتاعت مش عارف ليه مش موجوده في البرزنتيشن، بس يعني فكره ان كل الكارفد ايدياز والستوريز الروايات اللي احنا كنا عايزين نحققها
اعتقد في الايمج دي باينه جدا ان ازاي نحولنا البيت من مجرد بيت لقصه يقدروا في كل كورنر يبقى ليهم نوع من الذاكره الوجدانيه فيها. السكشنز شايفين هنا استخدام الوين تاور ان مور كونتمبري واي بقى اللي هو فكره ازاي يعني ودرسنا له حركه الاضاءه والرياح والشيدز اللي بتبقى موجوده على الاسطح عامله ازاي وان ازاي الوولز دي بتعمل اير فلو والاير سيركيليشن وازاي ان احنا وي ري ثينك الويند كابتشر والكورتير ان مور كونتمبري واي. فقدرنا نغير تفكيره بقى ما يعمل لك يا عم مرزوق وين تاور فيك عشان تقول بس ان انت عندك بيت في البستكيه، لا انت بقى عندك فيري فانكشنال وين تاور بس بشكل مور كونتمبري وفانكشنال كمان. نشوف هنا حركه الرياح جوه البيت والكولينج ناتشرال كولينج. فدي كانت تاني قصه، لو عايزين تاخدوا بريك انا مستعد. نكمل الهندسه. طب اشرب ميه طيب بس. هاخد بريك براحتك انا معاك. هو في في بيتين عشان خلينا نشرح منصور هنا، منصور وفاطمه. انا بحب اسمي البيوت باسامي اصحابهم لان زي ما قلت لكم في الاول في اول بيت من انس ان بنبتدي علاقه ان هم علاقه زبون ومعماري وفي الاخر الحمد لله العلاقه بتنتهي تماما بنوع من الصداقه يعني. منصور بقى حكايته حكايه، هو اصلا يعني انتيريور ديزاينر وفاطمه فاشن ديزاينر والاثنين ما شاء الله معروفين وليهم باع وبيحبوا العماره جدا. ويعني ومنصور من الناس اللي اسعدتني التعامل معاهم في الحياه لان هو عمل اكسرسايز لما قعد معايا في اول اجتماع كان بيقرا لي السي في بتاعتي غير انس، يعني انس هو واحد يعني جه عن طريق معرفه وهو اللي عمل الانترفيو. فمنصور لا جاي هو عامل الاكسرسايز مظبوط، يعني جاي يكلمني عن مشروع ابطال مكه وعن مشروع بغداد بقول له بس انت جاي تبني بيت ايه اللي بيخليك تتكلم عن الحاجات دي؟ ده قال لي لا ما انا عرفت اللي يعمل ده يبقى هو اللي عايزه يبني لي بيتي. فالحمد لله الحمد لله، يعني انا بقول ان الواحد لما بيترزق بكلاينتس مثقفين وعارفين وبيقدروا قيمه الشغل دي بتريح كتير في المراحل اللي بعديها. فكنا منصور قعدنا انا وهو يعني نتعرف على بعض قبل ما نشتغل البيت وافهم ايه النوايا بتاعته ناحيه البيت دي. فهو ناس بتحب الارت وبتحب الثقافه وبتحب الكالتشر وبيحبوا يعني الجرافيك ديزاين وكل حاجه والانتيريور ديزاين، فهو اللي هيقوم بشغل الانتيريور بتاع البيت يعني بنفسه، بس هو كان عايز اركتكت هو اللي يعمل له الفوليومتريك ريدنج بتاعه. فالحمد لله قعدت نبني في القصه واحده واحده مع بعض وقلنا اتس اول اباوت كونكشن اند ريفليكشن. ازاي الكونكشن اللي هو منصور سعودي عايش متجوز وزوجته اماراتيه وعايشين في الامارات بس معتز بهويته الاصليه، وفاطمه اماراتيه، فازاي ان احنا نعمل الميكس ما بين الاثنين دول. ف اجين الكلام عن فكره الكورتيارد هاوسز والبيور فورمز لانه دي كانت الديزاين مانيفستيشن اللي هو كنا بنتكلم فيها انه عايز حاجه تكون بسيطه جدا من بره. قالها لي كده باللفظ يا عم اسلام انا عايز ابني بيت من بره ما حدش يعرف جوه ايه بس من جوه يكون فيه كل حاجه انا عايزها. ف البرسوناليتي والكاركتر ان هو يعني هو اوريدي عنده براندز هو اللي عاملها براندز كافيز وكافي يعني واف ام بي براندز هو اللي عاملها وكلها هو اللي مصمم الجرافيك ايدنتيتي بتاعه. فانت بتتعامل مع واحد مثقف عنده بيرسوناليتي عنده كاركتر فازاي تعكس الكلام ده في بيته وبيحب الكونتكشوال ماتيرياليتي يعني هو ما شويه ما كانش
مش عايز بيور فورم، يعني بيته على البحر بس مش عايزها ميامي، مش عايزها وايت، مش عايزها سو كلين. وعايز نوع من البرايفسي زي ما قلت، لان البيت هتبقى غاليه جدا، لان الارض غاليه، الارض على ريكليمد ايلاند. فعايز الغلو بتاع، يعني سوري، الريتشنس بتاع البيت يكون كله داخلي، واللي من بره يكون فيري سيتلد. طبعا علاقته بالبحر والفريمنج المونستر بتاعت البحر والاتموسفير تكون موجوده، والاوبنس على الكاركترز. قال لي نفسي يكون فيها كاركتر من البيت اللي احنا قاعدين فيه. فانا رحت البيت اللي قاعدين فيه لقيتهم مستردين شويه ارشز كده، بارابوليك ارشز وكده. فازاي؟ قال لي عشان لما ننقل للبيت الجديد حاجه تذكرنا بالبيت القديم اللي احنا كنا شايفينه. ف انا بس عايز هنا فكره ان ازاي هو اداني بروجرام من اصعب البروجرامز، يعني البيت مساحة الأرض بتاعتها صغيرة جداً، وزي ما قلت الأرض غالية، فكان عايز يحط فيها كل حاجة. فده كان تحدي، إزاي الكلاينت يبقى عنده ذوق وتيست ويديك برنامج كبير، وإنت تقدر تتعامل مع البرنامج ده، تعمله فراجمنتيشن وتخلق من وراه قصة، لا تأذي العمارة ولا تأذي القصة اللي عايز تعملها، وتحقق له طلباته عشان المشروع يشوف النور. فدي كانت فكرة السكتشات المبدئية اللي اشتغلنا عليها. It's very simple diagram. فأنا فكرت فكرة إن الكورت يارد ده يبقى هو المين جستر بتاع الموضوع، هو الهارت، زي ما أنا رسم كده in a very funny way. يعني إن الفويد ده نفسه الكورت يارد ده هو اللي هيبقى موزع عليه كل الأكتيفيتيز، وكل الأكتيفيتيز بتعملها blurred، يعني ذوبان كده لغاية ما توصل للكورت يارد ده. وإن المشروع من الكورتيارد ويبتدي، مش العكس. يعني الكورتيارد يبقى هو قلب المشروع المعبد، وهو اللي يخلق البروجرام حواليه، كأنه هو جزء الشجرة وبتبتدي البروجرام يتفرع، يبقى ليفز موجودة. لأننا بقى نخلق البروجرام نفسه، نقسمه، فكرة البستان، الوصول، المرسم، الخلوة، التريود، الكلام ده إزاي كله to be reflected in the program. السكشن نفسه يكون it has a story by itself. فزي ما انتم شايفين هنا عملت له سكاي كورتس مثلا، ان هو ما الفتحات ما تبقاش على الشارع، لانه مش عايز الناس تشوف البيت. فعملنا فكره الوولز وسيت باك من وراها جلاس وول، بحيث يبقى انت بتفتح على كورتيارد في الدور الارضي وفي الدور الاول وفي الروف. فالسكشن ستوري هنا كانت مهمه، ومعظم الجلاس كله على الكورتيارد اللي برضو بتشوف من خلاله البحر. انا ده كان الفوليومتريك ريدنج بتاع او المورفولوجي بتاع الديزاين، ازاي من قطع الارض عملنا التشكيل الفوليومز السيركيليشن والحركه، والكاركتر والايدنتيتي، ازاي شكل الفتحات. يعني عملنا كل الفاريشنز دي وطبعناها اوبشنز كده على الوول بينابول، عشان لغايه ما وصلنا اللي هو التشكيل الاخير ده، اللي هو اتس فيري ارتستيك، اللي هو انا بسميها فاولز، اللي هي الكلمة، يعني اللي هو الفاولز دي انا هنشرحها بعدين لو فكرت الاسئلة، لو حد سأل عليها، عشان مش عايز اطول في تفاصيل معانا. فكرة الكورتيارد نفسه هنا ده، يعني حتى طريقة الدرونز عملناها in a very funny way. انت بتعمل بقى الجرافيك ديزاينر، فانت ايه بتقول له انا جاي لك ملعبك. فلدرجة انه الرسومات دي قال لي انا فعلا انا هجيب بروجيكشن واعمل الرسومات على الكورتيارد تبقى بالشكل ده، كأنها سجادة، كأنها كاربت من يعني منحوته جوه السكشن هنا، والفولومتريك ريدنج، وازاي كل حاجه بتطل على الكورتيارد. الجميل في البيت دي ان كل سكشن بروفايل مختلف، لان البروجرام كبير جدا، فكل ما تقطع في كل مكان علاقته بالكورتيارد بتديك حاجه مختلفه. هنا السكاي بريدج الموجود فوق السكشن، شوفوا شكل الفتحات، it's very artistic، يعني لأنه خدنا البراندز اللي عملها وعملناها بليند، وابتدينا نخليها نحولها لفاولز أكتر منها حروف. هنا الوجهات من الجنب، الفتحات الموجودة دي اللي بتدخل إضاءة بشكل very، يعني بطريقة معينة بفويتك. يعني فكرة الأوتدور بافيليون اللي بيقفل وبيفتح، المجلس بتاعه في البيزمنت،
بعد كده الكومبوزيشن جه مختلف تماما عن بيت مرزوق البستكي، لان البروجرام هنا مختلف والقصه هنا مختلفه. زي ما انتم شايفين المشروع من بره فيري سوليد، بس من جوه فيري اوبيك اوبن. هنا الوول اللي انتم شايفينها دي وراها جلاس وول، بحيث ان الاوض اللي على الشارع بتفتح على الكورت يارد اللي موجود ورا، وفي فتحات من هنا دي اللي هي البراندنج بتاعه او اللوجو بتاعه، اللي هو ازاي نعمل بيت تعبر عن شخصيه المالك من غير ما نكتب اسمه. الاوت دور سيتنج اريا، انسايد اليفيشن، دي البلكونه اللي وراها ديبث، المدخل الرئيسي، السلالم، هاو تو نيجوشيت التوبولوجي اللي احنا عملناها، الديون وعملنا فيها سلالم، واجهه البحر، البافيليون اللي بيقفل ويفتح حسب الخصوصيه. مدخل الميتس تحت في البيزمنت وعلاقتهم بالبحر، برضو عملنا لهم لينك بحيث يقدروا يوصلوا البحر هم كمان لوحدهم من غير ما يعدوا بالبيت. المجلس الداخلي ابتدينا نشرح له الرسومات والديزاينز دي in a very funny way. ده الواتساب بتاعه، فعملنا الصورة بتاعت الواتساب بتاعه كده، وهو ده منصور الشيت من جوه السلالم. كان هو قال لي اسلام انا عايز السلم نفسه يبقى رحله كده سبريتشوال، فانا طالع فيه دايما ابقى طالع براحتي كده وكاني بصعد كده لفوق في نوع يعني. كان شويه المحادثات اللي ما بيننا كانت يعني فيها نوع من الكوميكس كتير. هنا ده ابتدينا نسمي المسميات باساميها اللي احنا بقى تخيلناها. فالمكتب بتاعه اتس ورك بليس، ده مكان الابداع، سميناه الابداع. ده مكان مكتبه. ده هنا حماته، غرفه حماته، فزي ما انتم شايفين شكل الجرافيك هنا حماته بيت كلاسيك يعني. هنا البستان اللي هو الكورت يارد اللي موجود. هنا المصلى. الكورت يارد اتس فيري فوليومتريك، من كل دور احساسه مختلف. وكان الجميل في البيت هنا ان كل دور تحس كانه هو الدور الارضي. البيزمنت تحسه كان الدور الارضي، الدور الارضي هو الدور الارضي. الاول كان الدور الارضي لان احنا كنا الكورت يارد عاملينه فوليومتريك، يعني بيطلع بيزيد كل ما بنطلع فوق، فتحس ان في بلاتفورم موجود. ده المجلس. قاعد على الارض مفتوح على الكورت يارد. السلم نفسه زي ما انتم شايفين اتس اكسبيرينس، ان هو وانت نازل للمجلس تحت كانك نازل يعني اتس ا جاردن ستير. هنا مكان الصلاه للخلوه. عملنا بقى فكره الارشات البارابوليك اللي هو كان عايزها، عملناها له في المصلى هنا. المرسم لفاطمه. السينما. ركن العيله. كان تحضير الأكل، ركن الضيافة، ملتقى السيدات تحت اللي هو سانكن سيتنج موجود جوه البيت بيطلوا على البحر وعلى برج خليفة. وهنا الكورتر دي لورا، البافيليون ده البافيليون اللي بيقفل وبيفتح على حسب الجو وعلى حسب الليفل بتاع الخصوصيه. مكان غرفه النوم بتاعتهم ريستنج سبيس. الدريسنج روم. وهنا ابنهم بقى طلال، الغرفه اللي على الشمال هنا برضه هاف ا فيري جود فيو. والغرفة الغرف اللي ورا اللي بتطل على الحديقة العلوية اللي عملناها. Another view for the courtyard من البريدج. ده الدور الأول، فأنت طالع عبارة عن جلاس كوريدور
حوالين الكورت يارد اتس اير كونديشند، وشايف السبا فوق على الشمال. هنا بقى السوينج بول عملناه هنا، وعملنا هنا جاردن لان فاطمه فاشن ديزاينرز تحتاج اماكن ان هي للمودلز بتاعها ياخدوا فيها صور وكده، فعملنا لهم زي بلاتفورم هنا فوق يبقوا شايفين السكاي لاين بتاع دبي مع البحر اللي وراه كانها كات ووك. هنا منطقه الاوت دور شاور بالسوينج، الجيم عملنا فيه فتحه على حمام السباحه، هنا الزين جاردن الموجوده اللي هي بيحصل فيها الديفيلي واللي مش عارف اللي هي الكات ووك والكلام ده بيحصل هنا. عملنا له سبا بروبر سبا يعني فول سبا جوه البيت. فكان بيعمل كوميك قال لي انا لو وضعي ساء في البيزنس ممكن اجر السبا دي وهي تبقى البيزنس بتاعي يعني. هنا الساونا والحمام واليوجا بافيليون او الدور كورت يارد هنا وعلاقتنا بالمساج روم ابر كورت يارد. وده كان شكل السيشن وشكرا جزيلا. يعطيك العافية باشمهندس. تسلم. جزاكم الله خير يا باشمهندس سلام. لو حد عنده أي أسئلة. لو أي حد عنده أي أسئلة أو مداخلة. اتفضل باشمهندس. مساء الخير. اهلا اهلا مساء النور. صوتي مسموع هيك؟ يعطيك العافيه. تسلم تسلم الصوت مسموع. يعني حقيقه انا حبيت اتشكرك على البرزنتيشن الرائع. يعني احنا بالعاده بنحضر المحاضرات العلميه عشان نستفيد ونتعلم، بس يعني اللي غلب اليوم الاستمتاع حقيقة. يعني الواحد مش عم بيزهق قد ما عماله بيتفرج على الكواليتي ال يعني صراحة وورد كلاس اركيتكتشر، ويعني وفي عمق حقيقة بالتفكير بنعكس بطريقة يعني بحرفية كتير عالية. أنا بصراحة يعني بجوز شهادتنا مجروحة فيك، إحنا دائما بنستمتع بشغلك وبنتابعه ونستفيد منه ونتعلم. وكمان متشكرك انه دائما انت بتشاركنا، يعني انت كريم بالبرودكت تبعك دائما بتعرضه وبتشارك بتشارك باللي بتعمله لتعمل فائده. حقيقه انا بدي هيك يعني بدي اقدر شغلك قدام زملائي المعماريين واكيد الطلاب، وان شاء الله هيك دائما نضل نتعلم ونستفيد ونتابع شغلك اول باول. و بديش أطول أكثر من هيك حقيقة، يعني مفيش إشي أنا بدي أسأل عنه قد ما بدي أبدي إعجابي بالبرودكت اللي نعرض اليوم. وشكراً لك. شكراً لكم وأن أنتم تفضلتم علينا بالحضور ومشاركة العمل. والله هي بتفيد صاحبها أكثر من أي حد تاني، يعني صدقاً يعني صدقاً. أنا في حاجات مني ما كانتش موجودة عندي على الهارد ديسك، ابتديت اجيبها من على الفيسبوك بالحاجات اللي انا كنت اوريدي بنشرها. فسبحان الله يعني دايما المشاركه بتاعت مشاركه الشغل يعني بتفيد صاحبها اكتر من اي حد تاني. الله يكرمك يا باشمهندس. باشمهندسه دينا اتفضلي. باشمهندسه دينا. طب باشمهندس محمد زكي. السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس؟ يعني انا مبسوط جدا يا باشمهندس صراحه، يعني الواحد بيستفاد جدا من الشغل، يعني الواحد وخاصه يعني اخر مشروع الواحد كان بيتفرج عليه على يعني بيشوف تفاصيله على الفيسبوك، ما كانش فاهم شويه حاجات صراحه. حضرتك يعني اوجزت وشرحت يعني العماره بالارض،
يعني بطريقة جميلة جدا. يعني انا قليل قوي ان اشوف حد شرح حاجة زي كده كمحاضرة يعني. وواحد كان يعني مبسوط صراحة، كان الواحد مش نفسه صراحة فعلا الموضوع يخلص. كل مشروع صراحة ليه حكاية وليه قصة يعني. كان يعني صراحة يعني شكرا حضرتك انك يعني يعني الواحد يعني عقله بيزيد، تفكيره بيزيد ازاي يبدع او يفكر في المشاريع يعني. فشكرا لحضرتك يا باشمهندس اسلام. ربنا يكرمك يا محمد. والله بالعكس، انا الواحد زي ما قلت، الواحد لما بيشارك هو اللي بيتعلم من مشاركته اكتر كمان ما بيعمل شغل ويخبيه. انا في حاجات تانية كنت عايز اوريها، بس انا حرصا على وقتكم لان حرام، لان عارف كتر الحاجات بتنسي بعضها بعضا يعني. بس ان والله شاء يا ريت الله حضرتك تعرض يعني الحاجات يعني بزياده الصراحه، الواحد بيستمتع بيها يعني. واظن بقيه الناس والطلاب برضو يعني كلنا بنستفيد من حضرتك يعني. وواحد مستفيد جدا يعني من العرض يعني. ربنا يكرمك، ربنا يبارك. طيب دكتورة مي، دكتورة مي تفضلي. السلام عليكم يا باشمهندس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أخباركم إيه جميعا؟ الحمد لله الحمد لله. يا رب دايما. بنشكر حضرتك جدا على العرض الرائع والتصميمات الجميلة. يعني أنا كنت لسه بقول لباشمهندس عمر، يعني كان ابني قاعد معايا كمان مستمتع جدا، وبدأ يفهم حاجات عن العمارة عن طريق شرح حضرتك، لأن هو كان عبارة عن قصة، يعني كأنك بتشرح قصة كل إنسان وحياته عاملة إزاي، وإزاي بيبقى ليها انعكاس على التصميمات المعمارية. ربنا يكرمك. ربنا يبارك لحضرتك. لما ابتدينا قلنا هو اول في تاني سلايد انا شرحت فيها، قلنا من يعني ازاي نصمم اماكن تساعد الناس انها تخلق فيها ذكريات بعد ما احنا نمشي. يعني صحيح، هي دي قصة يعني كأنك بتشرح قصة كل إنسان. أنا بس كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك. الفترة يعني واضح إن حضرتك بتعمل جزء بحثي كبير جدا قبل ما تبدأ التصميم، ففترة الفترة الزمنية اللي تعرف فيها على الكلاينت وحياته وقصته والروتين بتاعه بتاخد منك قد إيه؟ معلش، قبل ما تبدأ في الديزاين. شكرا. انا اتمنى لو عبد الله مكاوي موجود معانا هنا هو يجاوب على السؤال ده، لان هو عايش فتره يعني. عملنا مع بعض بيت، واتمنى ان حد من زمايلي اللي بيشاركوني الشغل يتكلم عن التجربه دي. لو عبد الله موجود يا ريت يتكلم. انا كنت شايفه موجود بس ممكن يكون خرج. في عبد الله مكاوي. ايوه، عبد الله مكاوي. تمام. لا، في عبد الله طارق. ايه، مفيش عبد الله. في طيب، هو مصر وفي وعبد الرحمن. طب هو لان كان في اخر بيت اشتغلنا فيها مع بعض كنت حابب يعني نشرح القصه. هو اقول لحضرتك انا عايز اكون صادق، يعني ان مش كل بيت مرينا بنفس مراحل الريسيرش، لان برضو احنا بنبني على الايفورت اللي كان موجود معانا. فلحضرتك كنت تابعتي من الاول ساعه ما كنت بتكلم على سوتو مورو، قال سوتو دمورو، قال ان منتهى الغباء، انا بنقل الكود بتاعه، يعني ان الانسان كل مره يبتدي فروم ذا سكراتش. معنى كده ان انت ما استفدتش من الخبرات والتجارب اللي انت عملتها قبل كده. فالحمد لله مع اول ثلاث اربع بيوت عملناها بقى عندنا اوريدي لايبرري بلس، يعني خلاص خبره متوارثه. كل مره بنطور عليها بنطور عليها، فبقى المجهود اللي بيتاخد في الحاجات اللي بعد كده اقل من الحاجات الاولانيه. وبيبقى دايما ازاي القصه الشخصيه بتاع كل بيت. يعني بيت ابراهيم اللي في اخر بيت انا لسه ما شرحتهاش موجوده، قلت لو اخد ريست وعايزين اكمل. هو ابراهيم عاجبه بيت انس، بس ما ينفعش نعمل بيت انس. فهو قال لي انا عايز بيت انس، قلت له يا عم الحاج يعني ماشي هنعمل لك حاجه تانية. بس فاقصد اقول الفكره ان في تشابه بين قصص الناس، بس المنتج في الاخر لازم يكون مختلف. الريسيرش بنعمله هو بقى الريسيرش دلوقتي اقل بكتير من اول مرخص اللي بقى عندنا احنا اور اون لايبرري. فعشان كده كتر الشغل بالطريقة دي بيوفر بعد كده مجهود.
تمام، يعني بنشكر حضرتك ونتمنى نشوف تصميمات كتيرة من الحاجات الجميلة اللي احنا شفناها دي إن شاء الله. ربنا يكرمك ويبارك فيك، ربنا يبارك، ربنا يوفقكم يا رب. باشمهندس دعاء، السلام عليكم. السلام. انا يعني يسعدني ان انا يعني حضرت المحاضره دي، اتس فيري انجويبل الحقيقه. هي مش محاضره عماره، هي محاضره حكايه العماره. وانا يمكن هو انا يعني نسيت اعرف نفسي، يا دكتور دعاء عصمت، خريجه فنون جميله من سنين برضه طويله. وخلال رحلة التدريس دي أنا بقالي 3 أو 4 سنين تقريباً متابعة الشغل بتاع بشمهندس إسلام وبشمهندس معايز، وأنا دايماً منبهرة بالأبروتشز بتاعتهم الحقيقة، لأن هم وبكلم عنكم كتير قصاد الطلبة بتوعي، لأنه أنتوا نموذج لشباب بيدي أمل في الحياة. مش مجرد ان احنا اشتغلنا في الخليج وسيبنا الدنيا فاحنا we working for money او for branding، لا، هو في فكر عميق فعلا. وتأكدت من ده لما حضرت المحاضرة، يمكن دي اول مرة احضر لايف يعني، بس كنت شفت لكم فيديوهات كتير قبل كده. حتى انا تواصلت مع شمهندس اسلام في فترة كده قريب، بس الوقت ما اسعفنيش عشان الترم ده في الكلية قليل. انا حاليا بدرس كورس contemporary Islamic architecture، وخلال الكورس ده انا اديتهم تعريف بكتير من البايونير المعماريين العرب، وانتوا الحمد لله ما شاء الله منهم. خليتهم عملوا دوكيومنتري فيديوز عن المشاريع بتاعتكم، ازاي الفكر المعماري يقدر يستقي حاجات من الاسلاميك اركيتكتشر، وازاي ان احنا نعملها بمودرن واي. هي العماره الكونتمبرري اسلاميك مش هي حسن فتحي زي ما في كتير من الطلبه للاسف بيبقى هي دي الفكره بتاعتهم، لا، هو في ابروتشز كتير وترندز كتير. ويمكن انا ما كنتش اعرف ان حضرتك من الناس اللي يعني تعاملوا مع دكتور رسم بدران، واكيد دي اثرت الرحله بتاعتك وخليتها اكيد مميزه. فانا ان شاء الله هم الستودنتس بيعملوا بريبريشنز دلوقتي للفيديوز للبايونير عرب اركيتكت، وانا ان شاء الله هشيرها وهبعتها لكم. ويمكن هم لسه عندهمش خبره في عمل الفيديوز، بس اتليست اتس ا جود ستارت يعني، لان كان في ناس منهم فعلا ما سمعوش عن وائل المصري، عن جعفر طوقان، عن شويه يعني هم مش مجال ان انا اشرح بقيه الاسامي هنا يعني. بس ثانك يو فور ذس انجويبل ليكتشر اند لوكينج فورورد تو سي مور اوف يور بروجكتس. وانا ليا سؤال صغير، لان دايما ده بيتقال من الطلبة أو من الناس اللي هم فيه في الجيل الصغير دلوقتي، في ناس ما عندهاش أمل كبير، مش عارفة ليه، حاسين إن شغل السوق اللي هم بيشوفوه حواليهم ما بيديهمش أمل إن هم يعيشوا الأحلام المعمارية زي ما إحنا بنخليهم يفتحوا خيالهم وهم طلبة. في فكرة إن الكلاينت دايماً بيبقى مثلاً عنده إيمج أو عنده صورة عايز يقلدها أو كده، فازاي ان انت بتقدر تقنع الناس بغض النظر انت يعني محظوظ ان في كلاينتس من اللي اتعاملت معاهم عندهم يعني نايس باك جراوند وعندهم فكر ثقافي مفتوح، فازاي لو انت قابلت حد تاني جاي وجايب لك صوره فيلا في اوروبا مثلا وبيقول لك انا عايز اعملها كده وعايز اعمل الازاز بالشكل الفلاني ده، وانت ازاي بتقدر توصل ان انت توصل الفكر ده؟ again مش عايزة أطول أكتر من كده، بس thank you for the nice stories. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. أول حاجة بس عايز شكرا على حسن ظنك يعني فينا. معاذ معاذ قام بدور رهيب النهاردة، إنه خد عيالي عشان خدهم يفسحوا ويأكلهم. فالمهم إحنا بس نتمنى إن يعني نوضع في مكاننا المضبوط. احنا في مرحلة التعلم، احنا لسنا لا باينير ولا حاجة يعني، احنا في مرحلة كل الأسامي اللي حضرتك قلتيها دي، احنا يعني هو نظر المعلمين واحنا بنتعلم، وربنا ييسر الأمر إن شاء الله ونكيب جوينج إن ذيس واي يعني. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألتيه، طبعا أنا مقدر طبعا طبيعة أنواع الكلاينتس وكده. الحمد لله الحمد لله كنت محظوظ بتوفيق ربنا والسعي للواحد سعى ان وصل لمرحله ان هو بقى الكلاينتس يعني
يدوروا عليه وعايزين منه حاجة معينة. فالحمد لله يعني بالنسبة للناس صورة ما تحبطش، يعني عكس إن الإحباط مش هيعمل حاجة، يعني الإحباط مش 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 هيفيد في حاجة خالص. بعكس الواحد دايما يتوكل على الله كده في طريقه، إن شاء الله الطريق طويل. يعني ما جالكش المرة دي العميل المناسب، بعد كده ممكن يجي لك عميل تاني. انت اخلق your own client، مش لو انت عندك افكار وحس ان العملاء مش هيسمعونا، انت اعمل انت افكارك انت طبقها واعملها، وما تنتظرش ان يعني الفرصة تجيلك. يعني كتير بنعمل كده، انا كتير بدخل اعمل افكار وانا عارف ان هي ملهاش عميل ولا حاجة، بس ايه المانع ان الواحد لما يجيله فكرة يطبقها، يبقى حس خرجها من نفسه. يعني الف شكر يا باشمهندس. مهندس انا هتفضلي. السلام عليكم، هو انا شريف فرج. ازيك اسلام؟ اهلا. ايه الاخبار؟ انا يعني اضطريت اخش من موبايل نهى علشان التليفون بتاعي فصل، فيعني قلت ما فوتش الفرصه بصراحه. فالواحد يعني بيستمتع باللقاءات اللي دايما بيشوفك فيها. يعني انا هستفيد من الموضوع اللي انت حكيته النهارده، يعني على الرغم من ان احنا بنتكلم في بيوت، ويعني انت اكتر حد عارف ان ممكن يكون مشروع ان الواحد هو بيعمل بيت من اكتر المشاريع اللي ممكن تكون ممتعة، يعني اعظم كتير جدا من ان انت ممكن تكون بتعمل مبنى اداري او بتعمل مبنى ضخم كبير. يعني البيت دايما فيه تفاصيل مبهجة ومفرحة بتخلي الواحد مبسوط وشغال. اللي نفسي أنقله يعني أو أتكلم فيه، وبشكرك عليه جدا، الحدوتة اللي ورا كل مبنى أو ورا كل حجر أنت بترصه. أعتقد إن هي دي الرسالة. يعني أنا شايف طلبة كتير موجودة على البلاتفورم ديت، فقلت أستفيد من الموضوع دوت وإن أنا أنقل لهم. دايما إحنا في الكلية بنقابل فكرة إن هو في برنامج او مشروع بينزل، فهو عايز يرص الحاجات مع بعضها وعايز يوفق البرنامج الحاجات دي مع بعضها ايا كان النتيجه. يعني ففكره ان الحاجات دي يكون في وراها روح او في وراها حدوته بتتحكى اهم من فكره الاوضه دي فين والاوضه دي فين والمكان دوت ما حجمه قد ايه. دي حاجات كده هتتعمل، لكن الحدوته اللي خلت المكان دوت بالحجم ده والبروبوشن ديت وعلاقه دوت بده، او الحيز او الفراغ اللي احنا بنتكلم عنه بالفراغ المقابل ليه او المجاور ليه، يعني دي حاجه مهمه جدا. يعني بشكرك عليها، بشكرك على ان انت دايما بتاكد عليها وعلى الحدوته اللي ورا كل حاجه بتتحط في مكانها، بتتحط لاسبابها دي، يعني حاجه جميله جدا. يعني فبشكرك يا اسلام، وسعيد جدا ان انا يعني اكون مستمع قدامك. يعني ربنا يكرمك. انا سعيد بحضورك وكل الحاضرين، وربنا يوفقكم في ان شاء الله في مشروعكم، وباذن الله والف مبروك يعني ليكم. الله يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك. هو سعيد ان المعاني الواحد بيقولها بتوصل للناس. يعني حتى عنوان المحاضره، يعني عنوان اللقاء هنا، قلنا روايات. يعني هو فعلا هي روايات وليست روايه واحده، ان وده شايفه ان ده احد ادوارنا، يعني ان احنا نساعد الناس اللي بتعيش في اماكننا ان هم يكونوا احد الرواية برضو، او هم اللي يقوموا بابطال القصه، يبقى هم الهيروز. يعني فانا طبعا زيك، يعني شويه كنت تعودت على اشتغل في المباني العامه او اللي هي ملك الناس كلها، وكنت بستمتع بيها لأنه كنت بحس أنا أحد الكلاينتس دول. بس لقيت في شغل البيوت متعة جميلة جدا. شفت إن معظم كل أركتكس اللي إحنا نعرفهم ومتابعين شغلهم ابتدوا شغلهم ببيوت، كلهم يعني كلهم عملوا بيوت. يوم كل هس عمل بيت، لوكوربزي عمل بيت، راسم بدر عمل بيت، كل حد عمل بيت، كل حد في تاريخ العمارة عمل بيت. فطبعا يعني الحمد لله ان انا كنت محظوظ ان انا بس في الفتره الاخيره دي بسبب تواجدي في مكان معين في ظرف معين، وتيحت لي ان انا اقابل الناس دي ويكون عندي
الوقت والتفرغ والتيم اللي نقدر نسعدهم يعني. شكرا اسلام. شكرا محمد. اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم باشمهندس اسلام. اهلا وسهلا. الصوت واضح. الله يعطيك الف عافيه. ما شاء الله يعني مشاريعك كلها. انا صراحه من فتره متابع شغلك على الفيسبوك، ما صار لي اني انا انضم من اول للاسف، من اول المحاضره. ما شاء الله واضح انك انت بتدرس عملائك بشكل جيد بالعمق يعني، وتنسج روايات وحوارات ممتعه صراحه ومسعدة يعني. أنا حتى أوقات بتفرج على مشاريعك وأقعد أتفرج بالصورة كيف بتحول الفكرة أو النسج، خلينا نقول الفلسفي، بتنقله للواقع بطريقة كتير حلوة، بلوحات كتير حلوة. عندي سؤال يتعلق بأنك يعني إذا كنت مثلا بتقود فريق معماري أو معك ديزاينرز مثلا أنت كليدر لهم، كيف بتقدر توائم بين شغفك لتوصل لفكرة معينة بذهنك وبين الفريق اللي هو شغال معك اللي هو كمان عنده involvement معينة، وممكن بالتالي المشروع طبعا حسب حجمه يظهر بأكثر من مظهر أو يروح لعدة جهات مختلفة وينتج الناتج النهائي. أنا بتكلم لما نكون شغالين في مكتب معماري يعني، مثلا أنا شغال حاليا في دبي، فأوقات بتشعر أن المشروع شوي فلت منك في أماكن معينة لأنه صار في كذا كذا involvement أو كذا ديزاينر، وإن كنت أنت مثلا خلينا نقول يعني قائدهم أو قائد الرحلة في المشروع، بس بيضل لما تشتغل بإيدك وتعمل موديلينج بيدك يعني بيضل تشعر إنه الصورة طلعت مثل بالضبط مثل ما أنت بتفكر فيها. فكيف ممكن المعماري يقدر يضبط هذا الموضوع، خاصة أنا ما بعرف حضرتك لو أكيد شغال ضمن فريق أو معك فريق بيساعدك يعني إن كان كفيجواليزر أو إن كان ك3D موديلينج أو إلى آخره. فكيف الواحد بقدر يوائم بين هذا بين هالنقطتين، بين شغفه أنه هو يوصل الفكرة اللي بذهنه وبين أنه في معي أنا فريق شغال فهو كمان له يعني انفولفمنت مختلفة. وشكرا لك جزيلا. شكرا جزيلا على السؤال، لأن دي أنت يعني لمست نقطة مهمة جدا، إيجابيات وسلبيات العمل الجماعي. يعني هو الواحد طبعا بيقول لك انت لو تقدر لو هتمشي لوحدك مسافه معينه هتقطع مسافه، هتقطع مسافه قصيره، لما تمشيها مع حد هيعينك وهتقطع مسافه اكبر. ف يعني معظم في حاجات من الشغل انا قلت لكم ده اشتغلت فيه بشكل فردي وجروب وتيم يعني. ف الحمد لله، الحمد لله ان احنا ربنا يعني احنا بنختار بعض، ان احنا واحنا شغالين التيم وورك مع بعض هو بيختار بعضه، ان في ناس بتمشي معاه في خطوه ما بتكملش، ما بيقدروش، ما بتنسجموش مع بعض. فالحمد لله انا كنت محظوظ ان احنا بنشتغل مع ناس اولا بنحترم بعض، بنختار بعض. وانا مش احسن واحد يتكلم عن الموضوع، كنت اتمنى يعني زمايلي اللي اشتغلوا معايا يعني عبد الله هنا موجود بس طلع الله يسامحك عبد الله، كان هو يحكي هو يعني تجربته هو الشخصيه، ان احنا ان من الكلام ده، لان في حاجات احنا يعني بنقعد نتفق فيها ونشتغل عليها بس بعد كده بتخرج ساعات عن الطريق اللي رسمناه من الاول. فالجميل ان احنا عندنا كل حاجه دوكيومنتد، الوول اللي ورانا في المكتب دي شاهده على العصر من اول سكتش بتطور المشروع. فالبين اب وول دي هي دي، هو ده المانيفيستو بتاعنا، هو ده الكونتراكت اللي كل شويه احنا فين من هنا، نفضل نراجع، لا لسه ما وصلناش، لا هنا احنا بعدنا عن المفروض نعمله. ففي حاجات لو انا مش شغال فيها بايديا بالعكس، ده انا اللي مش شغال بايده بياخد الليجر بتاع ان هو تو بي كريتيك جوه التيم، لان انا مش فارق معايا بقى، لا مش هي دي اللي احنا اتفقنا عليها، خلينا نحاول فيها تاني، نعمل اوبشنز تانية، لا اطبع نشوفها، نعملها فيزيكال موديل، نرجع نجربها تاني. لان خلاص انا دوري ساعات بينتقل من دور ان انا اطبق الحاجه بايدي لدور فوق شويه كوتشنج او كريتيك. خلاص ساعات ببقى شايف الفكره عايزه لازم نوصلها لفين،
وبنبقى قاعدين ومتفقين معاه، لما بنيجي نطبق لما بنخرج لا لازم ترجع، لان احنا اوريدي احنا متفقين هنعمل ايه من الاول. فطبعا الوركينج بروسيس او الديزاين بروسيس فيري اورجانيك، مش كل بيت ولا كل مشروع نفس الحاجه، بس احنا عندنا ثوابت البرنسبلز ان هو فكره ان احنا مجتمعين على الكواليتي، التيم ده مجتمع على ان احنا عايزين نعمل حاجه بيهايند ات تكون الكواليتي. ف ما بتدخلش جهد بقى يعني، طالما لسه ما وصلناش فاحنا ما وصلناش. في البيت الاخير اللي انا كنت عايز اعرضه ما عرضتوش ده عشان الوقت وكده، احنا عملنا 12 اوبشن من غير ما الكلاينت يطلب مننا اصلا، احنا لسه ما وصلناش. كل ما عبد الله عبد الرحمن يبعتوا لي الحاجه، كنت ساعتها انا في مصر وهم في دبي، لا لسه ما وصلناش لسه، وهم زعلانين وانا زعلان، قلت لهم لا مش هنوصل الا ما نوصل. وانت من جواك بتبقى عارف انت امتى وصلت. لما اشتغلنا عليها بجديه وكده ووصلنا، كلنا قلنا احنا وصلنا في نفس الوقت. والكلاينت جه عملنا له برزنتيشن في ربع ساعه، قال اي ويل بيلد ات از ات از، مش هغير فيها خط. فالواحد برضو في ضمن الشغل لازم يكون صادق مع نفسه يعني، والشغل بيبقى محتاج نوع من المراوغه والنيجوشيشن والسكيلز الثانيه، اللي هي فكره ان انت ازاي تكون رحيم بالتيم بتاعك، ازاي ان انت ما تحبطهمش، ازاي يعني حاجات كتير مع بعض يعني. مش انا اخطر واحد اللي اتكلم عليه يعني، اعتقد لو التيم كان يعني احسن ناس يتكلموا عنه من خبرتهم الشخصيه يعني. ايوه ممتاز والله، الله يعطيك الف عافيه يعني، شكرا لك. طيب معلش انا اطولت شوي عليك، بس مثلا احيانا التايم لاين بيضغط عليك يعني، فهل يا ترى كل المشاريع يعني، لانه في مشاريع تعرف بيكون في لها تايم لاين فريم، وصعب انك انت تطلع وبتلاقي حالك في مرحله ما خلاص انت مضطر تمشي في طريق لانه بدك تخلص. اقول لك على حاجه صراحه يعني، لما بنقعد في الاول احنا مع الكلاينتس ونعمل العهد اللي بيننا وبينك كلاينت ان احنا نعمل لك حاجه فيها كواليتي، وفهمه ان كل وقت بقضي على المشروع انا اللي بخسر فلوس، انا اللي بخسر وانت اللي بتكسب الكلاينت. فالحمد لله، الحمد لله ان الكلاينتس لما بيحترموا العمل وبيحترموا الشخص من الاول بيعرفوا قد ايه ان انت امين ومؤتمن عليهم ان انت بتعمل يعني. انا كل البيوت اللي اشتغلت عليها تصميم احسن من بيتي انا الشخصي، فدي فيها نوع من ان انت يعني بتكرم الناس لما بتديهم من وقتك، بتكرم الناس لما بتجتهد لهم الشغل، ومش بالكلام ولا بالمديح ولا بالكلام ده كله، لا انت بالشغل هو اللي بيعبر. والحمد لله الحمد لله they keep recommending to each other، يعني في الاخر كل واحد بيجيب واحد تاني لانه لقى حاجه معينه. انس جاب اخواته، منصور جاب زمايله، يعني كل واحد الحمد لله الحمد لله بي 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 يعني انبسط من قد ايه ان انت بتخلص لهم في العمل، فبيقدروا الكلام ده وبيتغاضوا عن مرحله انت خدت وقت زياده او وقت اقل. ما شاء الله عليك، الله يعطيك الف عافيه، واتمنى هيك على يعني دائما تعملنا هالمحاضرات الحلوه حتى نستمتع ونعيش معك بهالصراحه يعني البيوت. الشيء الحلو انك انت بتعمل يعني خلينا نقول لوحات بسيطه سيمبل، واكيد انت لاحقا في السوبرفيجن لازم تكون يعني داي تو داي مثل ما بيقولوا. ويعني سؤالي الاخير، هل بيطلع بالاخير الناتج على الارض زي ما انت فكرت فيه، ولا بيكون في نسبه؟ اكيد في نسبه، بيكون في اختلاف، مثلا ممكن يكون 10% او اكثر. فهل هذا الشيء يعني خاصه انا شفت بعض اللوح خلينا نقول الجلاس ابعاده كبيره شوي، فبيكون من تكلفه معينه من فئه معينه، اكيد الكلاينتس بيبقى اوير انه هو بده يطلع نفس خلينا نقول نفس الشكل او نفس طريقه خلينا نقول التفكير بكل الفيلا. بس هل بتلاقي بالاخير انه، او في بعض المشاريع لقيت انه الناتج بالاخير على الارض المبني هو غير التصميم، ولا ما صادف معك هيك شيء؟ الحاجات اللي احنا عرضنا دي ان شاء الله اخر السنه دي هبتدي نشوف نتائجها. في حاجات تداركناها من الاول يعني، مثلا يا ريتني كنت كويس ان انت سالت الاسئله دي عشان البرزنتيشن الثانيه ازود فيها المعلومات دي يعني. احنا لو اوريك يعني البروسيس ازاي من التصميم طلع كونستراكشن دروينجز،
ان احنا في كل مرحله بنجيب الباليت ماتيريالز والمود بوردز موجوده والكونستراكشن ديتيلز معموله بالظبط عشان تحقق الديزاين درونز, وفي بين اب بولز كده مع مع الديفلوبمنت تيم او الديتيل ديزاين تيم طابعين الريندرز وعاملين الفيزيكال موديل اوريدي, وبنتابع يعني ازاي الوول سيكشن هنا لما اترسم بقى مختلف شويه فلازم يرجع الاول التفاصيل دي, لا الازاز الفريمز بتاعته تخنت المفروض تقل, طب هاتوا مانيفاكتشر تاني, طب نيجوشيت نقلل من تكلفه, نعمل فاليو انجينيرنج نقلل من تكلفه حاجه بس نصرف حاجه تانية. مرحله النيجوشيشن بروسس دي كلها عشان المنتج يطلع زي ما احنا صممناه بنفضل دايما انفولد فيها, يعني في الاخر يعني هي دي البروسس كلها, زي ما هي في التصميم هي في الكونستراكشن هي في الاشراف على التنفيذ. ما شاء الله عليك, شكرا جزيلا. شكرا لك المهندس زينب, تفضلي. السلام عليكم. انا كنت حابه ان انا ابدا يعني شكر يعني للبشمهندس اسلام على السيشن الجميل جدا اللي هو عامله, وكنت حابه اطلع منه بصراحه كده بنصيحه اللي بيبداوا يشقوا طريقهم يعني في عماره. انا في اعدادي فنون جميله قسم عماره, فكنت حابه اعرف يعني ايه النصايح اللي ممكن يقدمها لي عشان اعرف ان انا في النص ما فقدتش شغفي اتجاه العماره واخسر حلمي, وفي نفس الوقت ان انا اعرف ايه الستايل اللي بحب اصمم بيه او اللي انا شاطره فيه اكتر. والله بص, سؤال صعب ان الواحد يعني انا في مراحل معينه, احنا بشر كلنا بنيجي ساعات بنمر بمراحل احباط ونفقد شغفنا وبتاع, بس هو في الاخر يعني ما عندناش طريق تاني. يعني هل الواحد لو لقى متعته في اللي بيعمله ويحاول دايما يذكر نفسه ان هو يعني ان هو واقف على ثغره في عمل بيستمتع بيه وبيمتع الناس بيه وبيشارك في اعمار الارض, ف يعني بس لا يخلو الطريق من مراحل احباط. يعني ما اكذبش عليك اللي يقول لك لا او مش يعني هيبقى كلام نظري شويه, اي طريق الواحد بيمر فيه مرحله نجاحات ومراحل فشل, والتجربه كلها والحكايه والروايه بتاعت كل واحد فينا هي اكوموليتيف, يعني هي تجربه كلها بأحزانها وبأطراحها يعني. فدي بالنسبة للموضوع مراحل يعني الرحلة كلها. تانية حاجة بقى أن الستايل والأسلوب والحاجات دي, يعني الإجابة اللي أحب يعني أقولها لك هنا, أن كل واحد كل شوية أفكاره بتتجدد وبتتغير, الديزاين ابروتش اللي كنت بشتغل بيه من 5 سنين غير اللي بشتغل بيه دلوقتي غير اللي بشتغل بيه لما اتخرجت من الكليه وكده او انا كنت طالب, ف اتس ان جوينج بروسيس ان جوينج. فيعني وهستشهد بكلمه رينكول اللي انا شاركتها قبل كده على الفيسبوك, ان هي اتس ا فورم اوف بيرمننت ادجستمنت, يعني المنتج اللي بيتعرض ولا الديزاين بروسيس اللي بنقولها والكلام form of permanent adjustment, يعني الثابت فيها انها عماله تتغير كل شويه. احنا كبشر تجاربنا بتزيد, خبراتنا بتزيد, مع الوقت بنتعلم اكتر, بنعيد صياغه حاجات وافكار على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى الاجتماعي, فالكلام ده كله بيأثر في الشغل. فهو الفكره هو طريق الواحد بيفضل ماشي فيه, بينتهي الطريق بانتهاء عمره, فطول ما الواحد ماشي الحمد لله بيتجدد يعني. مهندس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا بس انا كنت عايز اشكر حضرتك يعني على المحاضره, وعامه ان حضرتك بتست الستاندرد لينا احنا واحنا في مصر يعني, حتى عامه بحس اللي هو يعني اولا انا شخصيا يعني لو بتست ستاندرد ليه المفروض نوصل له يعني على الاقل. انا للاسف كنت جيت متاخر فما حدش اسمع للمحاضره كلها, بس انا يعني تاني اشكر حضرتك يعني ان وفرت لنا حاجه زي كده او التيم كله على بعضه. اتمنى يكون الموضوع مسجل اكيد ان شاء الله. ما انا اكيد 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 هسمعه تاني. انا للاسف ما لحقتش الدسكشن, بس انا كان بس عندي سؤال كده بس على الاقل لي انا شخصيا الفتره اللي حياتي. انا متخرج من الاكاديميه بقالي بتاع 2 سنين اهو شغال.
الحتة اللي بتحيرني اللي هو هما حاجتين، أولا إمتى الواحد يبدأ يقرر إن ده مثلا التراك بتاعه مثلا في الـ architecture field أو الـ architecture business as a whole. يعني أنا شخصيا مثلا كنت دوبك اشتغلت شوية مثلا في مكتب interior، بعد كده شوية في مكتب architecture، ومثلا حاجة مثلا ArcViz، مكتب ArcViz visualizing يعني لفترة معينة. ف بس بيبقى عندي احساس كده اللي هو لو لازم اخد قرار من دلوقتي، يعني سني 25 سنه 26 سنه، اخد قرار من دلوقتي عشان يعني ان شاء الله لو واحد وصل لحاجه بياخد تاخد له وقت، يعني على الاقل 10 سنين ولا حاجه قبل ما تاسس ماستري باي شكل من اشكال في الحاجه اللي انت عايز تخش فيها. فامتى الواحد يبدا يقرر القرار ده؟ هل مثلا بعد سنتين من الشغل، او بعد 5 سنين، او بعد يعني من خبره حضرتك يعني بعد 5 سنين، بعد بعد دي امتى الواحد بيعرف هو عايز يمشي في ايه في الفيلد بتاع الاركتكتشر؟ هو سؤال صعب يعني. انا صراحه ما ابتديتش اترمسه مثلا الا بعد سنه 2015، يعني حوالي يعني 2004، يعني حوالي 9 سنين تقريبا. لا سوري، من 2004 11 سنه، من 2015 لغايه فطبيعي الفتره اللي انت بتمر بيها دي فتره التجارب، ان انت بتمر بيها لغايه ما بتتلمس كده، بتبتدي تشوف انت عايز. هي التجربه بتبقى تجربه شخصيه قوي، يعني تجربه كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب يعني ايمانه بالمهنه دي. انا صعب الواحد يحصل يعني يحصر تجربته على الاخرين، لان هيبقى فيها ظلم للناس يعني ولنفسه. فبس اقدر اقول لك ان الوقت يعني كل حاجه بتيجي مع الوقت. الموضوع عايز نفس طويل، يعني مع واحد نفسه بيطول كل ما شويه بشويه الموضوع هيتلمس يعني معاك، وتبتدي تجمع انت شخصيتك الذاتيه من ممارستك، من ظروفك بقى اللي موجوده. انت شغال في مصر ولا مسافر؟ بتقدر شغال بس عندك عيله ولا سنجل؟ يعني كلها الظروف صراحه كلها بتاثر على يعني مثلا في وقت من الاوقات لما حصل ريسيشن اشتغلت في السايت، انا عندي التزامات وعندي عيله وكده، فاشتغل اي شغلانه ان شاء الله، انزل اعمل اي حاجه ان شاء الله، انزل ابني في الاخر يعني ده مصدر رزقي وليا والاهل يعني فاهم. بس بعد شويه لما الدنيا فتحت لا رجعت تصميم تاني يعني. فاقصد اقول التجارب دي كلها يعني بتبقى تجربة شخصية قوي حسب ظروفك وحسب يعني. مثلا أنا نفسي أدرس، حلمي إن أنا أدرس، بس ما أقدرش أنقطع عن العمل وأدرس لما تيجي فرصة مناسبة إن شاء الله، وده اللي أنا بسعى له، إن أنا يكون عندي يعني باك أب بحيث لو أقدر أقتطع من وقت الشغل وأبتدي للدراسة. فيعني حلمه نفسي أعمله، ما قدرتش احققه دلوقتي، بس ما لا يدرك كله لا يترك كله. مثلا بحاول استعيد عن كده حضور المحاضرات، اسمع يوتيوب، اسمع لقاءات، اثقف نفسي، اقرا شويه، اتعرف على معماريين جدد كده. مع الوقت يعني، مع الوقت كل حاجه بتيجي باذن الله. باذن الله. عامه شكرا لحضرتك يعني. ربنا يكرمك، ان شاء الله كل محاضره تكون مسجله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس اسلام، مهندس يوسف في الشات بيقول دراسه الهواء، ما هي البرامج التي توصي بها في هذه الدراسات؟ والله احنا بنعملها نفسنا بحاجه بسيطه كده. كنا بنستخدم ايكو، حد من التيم عندنا كان بيشتغل ايكوتك، ف بس بشكل مبدئي خصوصا في مرحله التصميم يعني. وانا عشان بس اكون واضح، ان قلت الكلام ده في اكثر مره قبل كده، احنا يعني we didn't go very heavily على يعني مثلا في موضوع sustainability والكلام ده، يعني بنحاول نستخدم التولز اللي ما تبقاش مجهده بالنسبه لنا ومش مجهده للكلاينتس. بنحاول نستخدم الماتيريالز اللي تكون مش مجهده لينا ومش مجهده للكلاينت. بنحاول نستخدم توجيه البيت لو التوجيه المنطقي، الفراغات تكون مدروسه بشكل معين، حاجات بسيطه كلها يعني بسيطه. يعني انا عارف ان في برامج وسوفت ويرز وتولز وحاجات كلها، انا لا 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 يعني لا اهمل وجودها ولا اهميتها زي ما الناس بتبقى واخده انطباع عني. بس انا في الاخر يعني لو هقتل ناموس هقتلها بشبشبي، مش هروح اجيب مسدس واقتلها بيه.
سوري على التعبير، بس أقصد أقول إن يعني ساعات الأمور تتبسط بحيث من يعني نحتكم للواقع العملي أكتر من الواقع النظري. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك. هل في أي مداخلات أخرى أو أي أسئلة قبل ما نختم اللقاء إن شاء الله؟ أنا ممكن أعلق على حاجة من فضلك؟ إيه ده أنت دكتور حي محمود يا نهار أبيض؟ ربنا يستر. السلام عليكم، إزيك يا حبيبي؟ الله يسلمك، زحرف شرفتنا بحضور حضرتك. العفو، ده دايما الشرف لي. أنا عايز أستأذن حضرتك إن أنا ما أوجهلكش الكلام، وأوجه الكلام للباقة المحترمة من الأكاديميين ومن الممارسين وبالذات من الطلبة اللي موجودين. تفضل خد وقتك. وأنا عايز يعني أشركهم، العفو يا إسلام، أنا عايز أشركهم بمنتهى الصدق يعني في إيه اللي أنا تعلمته النهاردة، لأن أنا أعتقد إن زي ما حضرتك كررت سواء في المحاضرة دي أو في محاضرات سابقة، التحدي الحقيقي هو قبول الإنسان لفكرة التعلم، قبول الإنسان أن يكون متعلماً للأبد. ومن هذا المنطلق أنا عايز أرصد هنا ثلاث يعني فوائد أساسية. أنا أما تخلص هذه المحاضرة هبقى سعيد جداً جداً وممتن لي جداً جداً إن أنا اتعلمته. الفائدة الأولى هي أن فكرة أن كل مشروع يجب أن يكون له سردية، يجب أن يكون له فلسفة، يجب أن يكون له رؤية، هذه القضية لا يمكن نتعامل معها أنها موضوع ثانوي. أنا كنت بحضر فعالية زومية من 4-5 أيام، وأنا بتكلم على دكاترة أكاديميين يقوموا بتدريس العمارة، وليس العمارة فقط، مسؤولين عن تدريس استوديوهات تصميم، وبيقولوا لي بالحرف الواحد كفاية صداع بقى يا دكتور علي في موضوع السردية المعمارية والفلسفة المعمارية والمفاهيم التصميمية، أرجوك بقى خلينا نعلم الولاد الباب الألمونيوم بيركب إزاي وتقفيلة المش عارف إيه على إيه بتحصل إزاي. فأنا أول درس أقوله من هذه المحاضرة وبالذات للطلبة وحديث التخرج اللي موجود معنا اليوم، لا تتنازل عن العمق، لا تتنازل عن الفلسفة، لا تتنازل على أن يكون لك سرديتك الخاصة، لأن الواحد أما بيتنازل مرة واثنين وثلاثة غصب عنه بيبقى مسطح بعد كده. لا يوم، أنا عمري ما شفت معماري أو فنان أو مبدع بعد 15 سنة من تخرجه يبدأ يقول أنا عايز أبقى عميق بقى، أنا عايز أبقى ليا وجهة نظر. لا، هي بذرة بتتزرع فيك من وانت طالب، وزي ما حضرتك قلت يا إسلام، الظروف ساعات بتخلي البذرة دي تنطلق أو تخلي البذرة نموها محدود، لكن الله سبحانه وتعالى طالما عندك النية بيساعد إن ده يفضل مكتمل. فأنا أول درس تعلمته كبير قوي يا إسلام النهاردة هو أن نتمسك بهذه القضية، قضية الفكرة، قضية السردية، قضية المفهوم التصميمي، قضية الفلسفة. الدرس الثاني المهم اللي أنا تعلمته النهاردة يا إسلام هو أن نتجاوز مرحلة اللغة المعمارية والمفردات المحدودة اللي بيضحكوا علينا وبيقولوا لنا ده بيعمل أرشات كويسة وده بيعمل معرفش إيه لطيف وده النسب بتاعته لذيذة. أنا لو الناس تتذكر كل اللي حضرتك قلته النهاردة سواء في المحاضرة دي أو في محاضرة سابقة، حضرتك ما بتتكلمش على الكلام ده خالص، حضرتك بتتكلم على مستوى تاني من التعامل المعماري اللي أنا بسميه خبرة المكان، ومنعكس على العلاقات المركبة اللي حضرتك بتعملها. يعني أنا هدي أمثلة من كلام حضرتك برضو، بالذات يمكن بعض اللي حضروا النهاردة سمعوه بس مش حاسين قوي بالكلامي، أنا هقوله عشان يحسوا قوي بكلامي وكلام حضرتك. أما نتكلم مثلا على فكرة اسمها فكرة الوصول، القضية هنا ما بقتش مدخل البيت، البيت مدخله أرو ولا زان ولا نعمله حديد مشغول، لا، ما هي تجربة الوصول إلى هذا البيت؟ ماذا سأرى عندما أصل إلى هذا البيت؟ ما هي مشاعري
عندما أكون في مضيفة خارجية أو أن هتسلل من أو هدخل من المضيفة إلى داخل صحن البيت اللي هيحتويني بطريقة معينة أو هيشعرني بأن أهل البيت دول كرماء ومحتضنيني وخلافه. أما تيجي حضرتك تتكلم على مفهوم زي framing the view، تقطير المشهد، وتقطير المشهد ده معناه أن ده في مستوى تاني من دراسة الموقع. إحنا مش بنتكلم بقى على الفكرة الكلاسيكية بتاعت الشمس بتطلع منين وبتغرب فين والهواء بيجي من الشمال، لا، ده أنا ممكن يكون عندي شجرة على بعد 100 متر من موقعي، لكن الشجرة دي أما أنا هأطرها في المشهد ده، أما أنا هعمل له تقطير، هيثري تجربة المتحرك داخل هذا البيت أو هذا العمل المعماري بصفة عامة. إذن الدرس الثاني اللي مهم جدا اللي أنا عايز أكد عليه النهاردة من كلام حضرتك وانا استفدت منه جدا، هو أن نحاول الانتقال من التعامل المعماري مع مجموعة من المفردات التي غالبا بتكون مفردات سطحية، سطحية بمعنى أنها تتعامل مع السطح، مع البعد الزخرفي، مع بعد الواجهات، ودي كلمة أنا بكرهها في العمارة، واجهة المبنى، إلى أن دي أنساق لخبرات، خبرات مكانية وخبرات بصرية وأيضا خبرات عاطفية وإنسانية. الدرس الثالث اللي أنا تعلمته برضو مهم جدا يا إسلام النهاردة من كلام حضرتك، ليه علاقة برضو ب يعني لقاء زومي برضو يعني حضرته من يومين أو ثلاثة، وكان اللقاء الزومي ده بيقوده واحد من آلهة العمارة، وهذا الإله بيتحدث على إن أي مخالفة للي أنا بعمله يبقى اللي عاملها، وأنا بستخدم ألفاظه، أهبل وسخيف وجاهل. طيب أنا بربط الكلام ده بكلام حضرتك إن رحلة الإبداع بصفة عامة ورحلة الإبداع في العمارة هي رحلة مستمرة من المتغيرات، من التعلم، من الأفكار الجديدة، من توجهات، سواء التوجهات دي تقنية اجتماعية. يعني أما حد يجي يقول لي مثلا ده COVID-19 ده مش هيأثر علينا معماريا وعمرانيا وإنسانيا وعاطفيا ولازم نفضل نعمل أرشات ومشربيات، في حاجة غلط، في حاجة كبيرة غلط. فأنا برضو الدرس الثالث المهم جدا اللي أنا عايز أكده من كلام حضرتك النهاردة هو ألا يقع الجيل الجديد وخاصة الطلاب في فخ الآلهة اللي يدعوا أن الحل الذي أقدمه فقط هو الحل الوحيد وأي حل آخر يدخلك النار. ويعطيكم ألف عافية وشكرا يا حبيبي. والله ربنا يكرمك يا دكتور علي، يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك، يعني أنت بس دايما تحسن الظن بالواحد أكثر مما ينبغي، يعني فيعني أتمنى الواحد يشوف نفسه بعيونك. وطبعا أنا بتفق مع حضرتك طبعا في الكلام، وأنا مبسوط جدا، ولو تشوفني دلوقتي الابتسامة، يعني المعاني دي لما توصل بمنتهى السهولة والسلاسة دي، يعني بحس إن قد إيه الواحد ربنا فتح عليه، يعني الحمد لله، ودي نعمة تستوجب الشكر. أنا مع حضرتك طبعا إن أنا سمعت المحاضرة اللي حضرتك تقصد عليها تقصدها، وصراحة أولا بغض النظر عن العمارة، أنا يعني يهمني جدا اللياقة واللباقة والأدب في الحوار وكده، فما ينفعش تتهم أي حد مخالف بما يعني بما ينتقص منه، لأن دي مش قوة ولا بطولة، هي البطولة إن أنت تقنع الناس بوجهة نظرك بكل أدب وكل ود وكل احترام، وفي الآخر ما عليكش واجب الإقناع، أنت عليك واجب السعي، لأن لا أحد فينا يمتلك الحقيقة، كلنا بنلف ندور عليها، إنما اللي لقاها ده. وأنا بلخص كلامي عن المحاضرة اللي حضرتك كنت بتقول عليها دي، فيها معلومات قيمة بس فيها كثير من الدجل، يعني فيها دجل كتير، فالحمد لله ربنا بعدنا عن الدجل في العمارة والدجل في الدين والدجل في الحياة والدجل في كل أمورنا، لأن يعني نتحدث لغة السعي والمعرفة والتعلم والمشاركة واحترام الناس وتقدير مواقفهم والتعلم من خبراتهم والبنى، زي ما قلت حضرتك ان احنا في عصر اللي ما يتعلمش من الناس اللي حواليه هو اللي خسران، هو اللي فقد من، هو اللي تجمد وهو اللي تكلس وهو اللي وقف الزمن وهو اللي وقف باب الاجتهاد.
واحنا الحمد لله الحمد لله لسنا اهلا لهذه الافكار يعني. انا معلش يا اسلام، انت ممكن تسمح لي اقول حاجه تاني ولا الوقت صعب؟ لا لا، ده احنا ما حضرتك، ده احنا بالعكس معاك. العفو، اصل حضرتك قلت دلوقتي كلمه قد تبدو لبعض الحاضرين المحترمين والمحترمات هنا ان هي فيها قسوه، لكن انا الحقيقه عايز ااكد عليها جدا جدا جدا، وخاصه للاجيال الجديده، وهي كلمه الدجل. بمعنى انا عايز شبابنا الصغيرين وولادنا وبناتنا يتسلحوا بسلاح التفكير النقدي، ولا ينبهروا بان في حد بيبدا المحاضره يحط لك صوره النجوم، وبعدها ان نسب الهرم هي نفسها نسب السلحفه اللي معرفش فين، وبعدها يكلمك كلمه تلياني وراها كلمه انجليزي وراها كلمه فرنساوي. اللي انا عايز اقوله للشباب دلوقتي ان هذا الدجل بيتعامل مع سبق الاصرار والترصد. يعني انا بكلم حضراتكم كلام علمي، ان هناك توجهات في المحاضرات العامه أن تبدأ هذه المحاضرات بأن تحدث نوع من أنواع الارتباك العقلي للمستمعين، يعني المستمع يشعر أنه هو ضئيل. الله الله، ده الموضوع كبير قوي يا جماعة، مش فاهم حاجة خالص. أنتوا عارفين محمد هنيدي لما راح في اسمه إيه ده همام في أمستردام، وراح عند بيت خاله وقال له، هم بيقولهم ده عندهم إنترنت ويعني العملية معقدة جدا. بالضبط كده، هم بيتبعوا في هذه المحاضرات منهج أن يبدأ النصف الساعة الأول من المحاضرة في محاولة لأن يجعلك في مرتبة دونية، أنت لا تعلم هذا المستوى، ويكلمك على باخ، ويكلمك على موتسرت، ويكلمك على حركة الفلك، ويكلمك بحيث بعد كده أما يقول لك اسمع كلام يا قليل الأدب وأي حد غيري غلطان، بيبقى هو خلاص وصلك لحالة. أنا موافقك عليها جدا يا إسلام، إن مستويات الدجل اللي بتتبع يجب أن ينتبه إليها المعماريين والعمرانيين، وخاصة أتفق مع حضرتك جدا الجيل الجديد، ويجب أن يختبر هؤلاء الناس. وزي ما حضرتك أيضا قلت، كل واحد مننا لازم يجعل نفسه مادة للاختبار، سواء الممارس أو الأكاديمي أو الناقد، يسمح أن الناس تتفاعل معاه وتسأله وتختبر أفكاره، مش أنه هو يعاقبهم أو يكون توجهه يعني عدواني ناحيته. أنا آسف مرة أخرى للتدخل. بالعكس يا دكتور، يعني أنا كلام حضرتك على رأسنا وعلى رؤوسنا جميعا، والحمد لله إن إحنا يعني نشترك كثيرا يعني في المبادئ، لأن أعتبر إن المبادئ هي أهم شيء، هي دي اللي لما بنختلف لازم نرجع لها. يعني إحنا إيه الهدف من اللقاء ده؟ يعني هل إحنا مطلعين ننجم على بعض، ولا يعني واتقوا الله ويعلمكم الله؟ فعلا الواحد يعني ان احنا كلنا بنتعلم من بعض، والعلم اللي عندنا ده هو من عند ربنا، واحنا بس اسباب فيه. فده مهم جدا، لان مشكله مهنتنا، مشكله السوشيال ميديا والايزنس بتاعها، خلى الايجو عندنا يعلى من غير ما نشعر. كل ما نخلي الايجو دي والذاتيه دي اقل، كل ما ننتبه فعلا للأمور المضبوطة، لأن المحروم هو اللي بيحرم نفسه أنه يتعلم من الآخرين. اللي عنده ذاتية وعنده وجه ده وعنده بيحس أنه هو اللي امتلك الحقيقة، هو اللي حرم نفسه، هو الخسران مش الآخرين. في الآخر وكلكم آتيه يوم القيامة فرد، وكلنا نتعرض على ربنا. هل إحنا السبب من اللي إحنا بنعمله ده إيه؟ يعني لو إحنا مش نيتنا طيبة في كل عمل بنعمله، ملوش لازم العمل، يبقى مضيع للوقت. مش يعني اتمنى يكون نقطتي واضحه ومش يعني وما فيهاش لبس. تمام، في بعض الاسئله في الشات. بس محمد منصور بيقول خلصت جيش وحبيت ادخل في مجال التشطيبات والديكور، بس لسبب ما او علامه من ربنا يمكن حسيت فجاه اني لازم ابدا في اتجاه تاني، وهو اني اكمل في مشوار الشركات. ايه رأي حضرتك؟ هو انا برضو اقول نفس الاجابة اللي قلتها قبل كده، اللي هو حسب انت ظروفك ايه. يعني مثلا لو انت محتاج باب الرزق في الشركة اللي انت شغال فيها، خلاص خليك فيها واستمر فيها، بس ما تفقدش حلمك ولا طموحك ولا شغفك في مكان تاني، ودايما يفضل معاك. يعني انا في اوقات كتير مثلا
كنت بشتغل مثلا في اماكن ما بتلبيش الحاجه اللي انا عايز اعملها، فكنت بضطر اعمل حاجات على جنب، مسابقات، كومبيتيشنز، مشاركات، حاجات تانية، بحيث اقدر اعوض النقص اللي عندي ده في حاجه تانية من غير ما اذي نفسي. يعني في الاخر يعني احنا كلنا مسؤولين وورانا مسؤوليات والتزامات وكده، فاذا الواحد قدر يسدد ويقارب يبقى ده، دي النصيحه اللي انا اتبناها في الوقت ده، بدل ما اقول لك سيب ده وروح ده ولا ده، انت ادرى بظروفك الحياتيه، لان في الاخر العماره مش بس هي احنا حاجه بنستمتع بيها، لا ده هي مصدر رزق لينا كمان. فالانسب لك واللي انت تحس هتبقى مستريح فيه كمل فيه، لان هو ده اللي انت يعني لو قدرت تجمع ما بين حبك وشغفك ومصدر رزقك ده حاجه جميله جدا. طيب في سؤال تاني من المهندسة، ايه بتقول what is a vowel meaning؟ معلش السؤال تاني بعد اذنك. المهندسة ايه بتقول what is a vowel meaning؟ زي التشكيل مثلا، كنت انا كان موسيشن اللي اشتغل على الاركتكشر بتاعت هارت اوف دوحه كان شرح الكلام ده قبل كده في لقاء. فكره مثلا في العربي لما احنا نكتب مثلا زال هه به من غير تشكيل، ممكن واحد يقراها ذهبه اللي هو جن، او تتقري ذهب ذهبون اللي هي الجولد. فالفرق ما بين جن وجولد فرق كبير جدا. اللي عمل الفاليو واللي غير المعنى هي الفاولز، هي التشكيل اللي اتحط وغير المعنى. فلما جينا نشتغل على الواجهات بتاعت منصور بيشتغل بالكاليجرافي، كل شغله الكاليجرافي، فالكاليجرافي حاجة واضحة، فالابستراكت بتاعها اللي بيديها معاني هيدن هو الفاولز. فقدرنا نمسك الفاولز من الكاليجرافي اللي هو بيشتغل عليه لغاية ما نخلق شكل يكون ابستراكت وما يكونش very obvious. فكويس ان انت سالت السؤال ده، ما كنت عايز استطرد في شرحه، لان زي ما اقول لكم يعني في حاجات كتير من الصور اللي بتشوفوها دي بيبقى وراها قصص، مش عايز اطول فيها عشان ما اخدش من القصه الرئيسيه من السرديه الكبيره يعني. طيب مهندس يوسف سامي بيسال، ما هي المواد التي حققت معايير البساطه والاناقه واخترتها في تصميماتك سواء داخليا او خارجيا في المشاريع المعروضه؟ يعني الثلاث بيوت اللي عرضتهم الفينش ماتيريالز مختلفه، مثلا بيت انس استخدمنا ماتيريال اسمها تاديلاكت اللي هي دي فرنش بينت يعني عشان بيقاوم ديورابل بينت بس. منصور هو عايز ستون، البيت كله كان عايزه يبقى كانه بيس اوف ستون مونوليثيك. مرزوق مثلا اشتغلنا البيت بتاعته اللي هو هيريتج لوكان بينت بس ياخد زي جوتا شيلد كده اللي هو ياخد شكل الهيريتج الخفيف. تمام، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على المحاضره القيمه دي. ربنا يكرمكم وبنشكر. انا بشكركم على وقتكم وتفضلكم بالحضور يعني. جزاكم الله خيرا، وبنشكر المشتركين على المناقشه الجميله جدا اللي اثرت الحوار، ويا ريت الناس كلها تملى الجوجل فورم وتقييمكم واقتراحاتكم وتسجيل حضوركم، ده شيء يؤخذ في الاعتبار ويهمنا جدا، وجزاكم الله خيرا. نلتقي ان شاء الله في محاضره قادمه باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم.